طيب نبدأ. أول سؤال عندنا عايز إن أنا نقرأ سؤال design an NFA. an NFA يعني non-deterministic finite automata for a دكتور، language. هو ممكن نكبر الخط شوية معلش؟ حاضر. أعتقد الزوم هيبقى أحسن يا دكتور، لو تقدري تعملي زوم للدوكمنت نفسها تبقى أحسن يعني، عشان تقدري تكتبي أكبر قدر يعني. كده كده واضحة. في علامة في المية فوق يا دكتور كده، بالنسبة لنا بالنسبة لحضرتك كده تبقى أحسن أوي. علامة في المية فوق كده على الشمال، لو حضرتك اخترتيها ممكن تختاري بقى 200% بتاع، بدل ما حضرتك ما تكبري الشاشة نفسها بتاعة البراوزر يعني، عشان ما تعملش حضرتك مشكلة في أي تاب تانية. اوكي ماشي، كده واضحة كده يعني. جميلة، ماشي شكرا دكتور، شكرا. اوكي. طيب السؤال بيقول ايه design an NFA for a language that، ركزوا معايا، ال language اللي هو عايزها accepts all strings over 01. over 01 دي يقصد بيها دي ال alphabetic بتاعته، alphabetics بتاعته 01، in which the second last symbol is always 1. second last symbol يعني السيمبل اللي قبل الأخير دايما بيبقى واحد. هو عايز إن أنا أول حاجة أديزاين الـ non-deterministic finite automata بتاع الـ language دي، وبعد كده then convert it to its equivalent DFA. DFA يعني deterministic finite automata، تمام؟ طيب خلينا نبدأ أول حاجة واحدة واحدة، سيبنا من الـ NFA والـ DFA، نفهم أول حاجة الـ language اللي هو عايزها. هو الـ language هتأكسبت إيه؟ أي رقم يكون الـ من 0 to 1، يعني الألفابيتكس بتاعتي عبارة عن 0 و 1، هيأكسبت مثلا 1 0 1 0، ده هيأكسبته لأن السيمبل اللي قبل الأخير عندي 1. هيأكسبت 1 1 1 1 0، ده برضه هيأكسبته 1 1 0 1 0 1 0 1 0، ده تمام. لو قلت 1 1 0 1 ده لا، ده كده لا مش هيعمل له accept، تمام. تمام فلازم السيمبل اللي قبل الأخير يبقى واحد. لو عايزين نكتب regular expression يدسكرايب اللانجوج دي، ممكن نكتبها ازاي؟ ممكن يا دكتورة نقول زيرو ستار واحد دوت ستار واحد دوت. زيرو ستار دوت، ايه الدوت دي بتريبريزنت ايه؟ اللي هي اللغة كلها يعني، وان او زيرو يعني ستار، وبعد اوكي كده وبعد كده قصدي بلس يا دكتورة، وبعد كده ايه؟ وان او زيرو بلس، بلس بدل ستار معلش، 1 or 0 star plus، بعد كده نحط رقم واحد، بعد كده نحط 1 or 0، وبعد كده 1 or 0. تمام، يعني اقول 1 0 or 1 0 plus، يعني 0 or 1 احمد ده plus 0 or 1 or 1 بلس، وجنبها بلس، هي لها بلس يعني. البلس دي المفروض تبقى فوق، بعد كده بعد كده واحد، ماشي ماشي، بعد كده 1، بعد كده 0 اور 1. 0 or 1. تمام، حد عنده مشكلة في اللي احنا كتبناه ده؟ المفروض نعكس كده يا دكتور الأولانية، ناخد البلس نخليها عكس التاني على الجزء ده؟ ونخلي الجزء الأولاني ده ستوف. المفروض ان الواحد ده يبقى السيمبل اللي قبل الاخير، يعني بعديه يجي رقم واحد بس، يا اما زيرو يا اما ون، فما ينفعش يبقى بلس بعدها بقى، يبقى الستار على الكواس يا دكتور. ليه يبقى فيه ستار؟ هو لازم يعني لما يجي، سيبنا من الجزء الاولاني، يعني الجزء التاني لازم اول حاجه يجي واحد، وبعد كده يجي بعدها رقم، الرقم ده يبقى من اللغة بتاعتنا، من الألفابيتكس بتاعتنا، الألفابيتكس ستار بتاعتنا هتبقى 0 1 على، بس، تمام. ستار ممكن تبقى على القوس الأولاني يا دكتور. ستار ممكن تبقى على القوس الأولاني،
لازم تبقى عكوس الاولانيه دكتور، عشان خاطر هختار ما هختار كل مره ارجع اختار كل مرة. ممكن تبقى 1 0 بس لو في ستار حتى بلس، هي الدكتور حتى بلس عشان خاطر هو لازم يجي رقم قبل الواحد، صح كده؟ صح كده، خدت بالي. لا ما ممكن تبقى السترينج عباره عن 1 0 بس، وده ده اكسبتد. بالظبط، يعني هي هت اكسبت الستار برضه هتشتغل عادي تمام. يعني ما كده كده عشان هو مش الستار دي يا دكتور، ان هي ما تبقاش فيه اي حاجه خالص اصلا. ماشي، ما هو اللانجوج بيقول ايه، ذا سكند لاست سيمبل از اولويز 1، يعني الرمز اللي قبل الاخير ماليش دعوه باللي قبليه، انا بشوف الرمز الاخير، الرمز اللي قبله لازم يبقى واحد، قبل كده ما مش مهم، يعني يبقى في رقم، ما فيش ارقام، في 100 رقم، في 10 ارقام، مش مهم، بس اهم حاجه الرقم اللي قبل الاخير هو يبقى واحد، فلازم يعني يبقى ممكن تبقى رقمين، ممكن تبقى رقمين، اللي هو الواحد اللي هو اللي قبل الاخير وحاجه ثانيه. يعني ينفع تبقى 1 1 0، دي هتبقى accepted. يعني لو كتبت هنا 1 0 بس من غير دي كده، المفروض ان هي تبقى accepted، لان الرمز اللي قبل الاخير عباره عن واحد، الرمز الاخير طبعا. عندي 0، الرمز اللي قبل الاخير عندي واحد، فهي دي، يعني انا عندي 0 or 1 0 asterisk، يعني 0 or many times، يا يعني اما تبقى مش موجوده خالص، ما فيش ارقام خالص، او ممكن يبقى عدد، يعني اي عدد تكرارات من الاصفار والوحايد، وبعد كده يجي رقم واحد، لازم يبقى واحد، وبعد كده يجي رقم يا اما 0 يا اما 1، رقم واحد، ما ينفعش احط هنا استريك او احط بلس. تمام. طيب. بس هو ممكن مثلا نحط بدل الاستريك دي اوبشنال برضو، صح؟ اللي هي علامه الاستفهام. الاوبشنال معناها يا تيجي يا ما تجيش، يعني يا اما تيجي او ما تيجي مره او ما تجيش، انما الاستريك معناها ان هي تتكرر. ايه تمام، انا قصدي ان هي ينفع برضو ان احنا نحط هنا علامه استفهام، لو ما جاتش هتبقى 1 و0 برضو. ايوه بس كده، يعني في، يعني مثلا لو حطيتي علامه استفهام ممكن مثلا ده مش ما يبقاش اكسبتد، يعني مش هتبقى هي هتاكسبت كل السترينج اللي الرقم اللي قبل الاخير فيها واحد، ما قالش ان قبلها يبقى فيها رقم واحد بس، انت لو حطيتي علامه استفهام ده معناه يا اما يجي صفر او واحد يا اما ما يجيش خالص، ما عملتيش حساب التكرارات. تمام. طيب انا شايفه في سؤال صغير. اتفضل. هو ليه في الاخر يا دكتور ما فيش بلس؟ يعني عشان انا مش، انا عايزاه يجي مره واحده بس، مش عايزاه يتكرر. البلس دي معناها ايه؟ التاني الاستريك معناها ايه؟ معناها يا اما ما يجيش خالص يا اما يجي عدد مرات لا نهائيه من التكرارات. البلس معناها ايه؟ يا اما يجي مره واحده يا اما يتكرر عدد لا نهائي من التكرارات. انا مش عايزه بعد الواحد يبقى فيه تكرارات، انا عايزه بعد الواحد يجي رقم واحد، يا اما صفر يا اما واحد، فعشان كده ما حطيتش لا بلس ولا استريك. كان ممكن اللي هي علامه الاستفهام، صح؟ لا، هو لازم يبقى فيه رقم، يعني لازم بعد الواحد يبقى فيه رقم، عشان الواحد ده يبقى الرقم اللي قبل الاخير. شكرا جزيلا. معلش يا دكتوره، هو احنا كتبنا هنا 0 اور 1، طب ليه ما كتبناش دوت اللي هي اللغه كلها مثلا؟ ممكن نكتب دوت، ماشي ما فيش مشكله، بس عشان احنا لما نيجي نمثلها بقى هنا نختار الاور، صح؟ عشان احنا هنمثلها. هو انا عشان انا هنرسمها دلوقتي، احنا عايزين نرسم ال ان اف اي بتاعتها، فاحنا عايزين 0 1، قلنا 0 اور 1 عشان نعرف العلاقه انها اور، يعني بالظبط. تمام، شكرا محمد. طيب هو اللي رافع ايده كده سأل السؤال، صح؟ باشمهندس رجب هو اللي كان بيتكلم من شويه. سألت يا دكتور. تمام، شكرا. طيب. شكرا لك. تمام، ماشي. طيب عايزين بقى نرسم ال NFA بتاعتنا. ال NFA يعني non deterministic finite automata. عشان نرسم ال NFA خلينا اول حاجه نشوف ال transition. والناس اللي رافعين ايدهم في سؤال. معلش بعتذر، انا لسه بس داخل، يعني بحاول افهم السؤال. هو السؤال ده عايز نعمل regular expression بتاع الزيرو بحيث ان الواحد يبقى في النص، وبعد كده نحوله ل NFA.
وبعد كده نحول دي اف ايه يعني اللي هو كل حاجه، ولا هو مدينا الحاجات اللي تحت دي؟ لا، الحاجات اللي تحت دي احنا اللي كاتبينها، دي اكزامبلز على الحاجات اللي هو هيأكسبتها اللانجوج، هتأكسبتها، وده اكزامبل على اللانجوج اللي مش هيعمل يعني كده، مش هيأكسبتد، لان هو بيقول ذا سكند لاست سيمبل از اولويز 1، فانا بيأكسبت دايما لازم يبقى السيمبل اللي قبل الاخير يبقى بواحد، ودي كده دي الريجولار اكسبريشن بتاعتنا. تمام، صح كده. طب يا دكتور معلش، لو حضرتك تعمل ريفيجن للريجولار اكسبريشن عشان في لخبطه يعني بتلخبط فيها يعني، بس مش دلوقتي يعني، ممكن في اخر المحاضره يعني. ماشي، اوكي. هو انا بس كنت عايز اتاكد يعني، معنى كده ممكن يجي لنا سؤال في الامتحان يعتبر على كل حاجه خدناها لحد دلوقتي في جزئيه السكانر، صح كده؟ انا يعني مش عارفه ايه اللي ممكن يجي لكم في الامتحان، بس ممكن يجي لكم كل حاجه، ممكن كمان يقول لك بعد كده اعمل مينيمايز للدي اف اي، يعني انت هيديك اللانجوج ككتابه، هتطلع الريجر اكسبريشن، ترسم الان اف اي، وبعد كده تحولها لدي اف اي، وبعد كده تمينيمايز الدي اف اي، ممكن يبقى سؤال شامل كل حاجه. فهمت، اوكي. اصل دلوقتي احنا اتعودنا على ان السؤال بيبقى عن حاجه واحده من الثلاثه، يعني سؤال على الريجولار اكسبريشن، سؤال على الان اف اي، سؤال على الدي اف اي، نشوف السؤال مجمع الموضوع كله. تمام، شكرا لحضرتك. انا طيب، خلينا نرسم عشان نرسم الان اف اي، احنا محتاجين اول حاجه نرسم، يعني اهم حاجه عشان اعرف ارسم الان اف اي، ترانزيشن الترانزيشن تيبل بتاعي، او ارسم الترانزيشن بتاعتي. ترانزيشن اللي هو برسمها ازاي، خلينا نرسم تيبل كده. هيبقى عندي انا كان عندي كام انبوت، عندي 2 انبوت، وعندي خلينا نرسم شويه ستيتس كده. تمام، انا عندي 0 1 خلينا الـ start state بتاعتي A. تمام، أنا لسه واقفة في A، جات لي 0، أنا واقفة في A لسه في البداية خالص، الـ start state أو الـ initial state بتاعتي A، جالي 0، المفروض أعمل إيه هنا؟ 0 or 1 asterisk، يعني المفروض إن هي تتكرر كذا مرة. فلو جات لي 0 هعمل إيه؟ هيطلع زيرو. خلينا نرسمها الاول، بعد كده نرسم يبقى 0 1 0 يا دكتوره. 0 1 0 0 1 0 لا ثواني، دكتور واحنا اصلا ليه بنعمل التيبل ده؟ احنا ما كناش بنعمل كده في المحاضره. طيب هرسمها لكم الاول، بعد كده نشوف الترانزيشن تيبل، بس اجيب لكم وايت بورد. كده في واضح قدامكم وايت ظهر. طيب فنرسم اول حاجه الانيشال ستيت بتاعتنا، اهي دي المفروض دايره، دي كده بدايه الستيت بتاعتي، ودي الانيشال ستيت بتاعتي. تمام، دلوقتي وانا واقفه هنا جات لي 0، احنا قلنا ايه 0 اور 1 هتتكرر كذا، لو جات لي 0 هعمل ايه؟ يعني لو انا واقفه في البدايه وكالي وجالي 0 اور 1 هعمل ايه؟ هاجي نفس الاسلوب، يعني 0 اور 1 ممكن تتكرر كذا مره، فما دام في تكرار بتبقى لوب، يعني ببقى في نفس الستيت. تمام، 0 1 فلو جات لي 0 1 هفضل في ايه؟ تمام. طيب اكمل بقى، دي كده اول حته في الريجولار اكسبريشن، احنا قلنا 0 اور 1 استريك، وبعد كده جنبها ايه 1، فما دام ال في الريجولار اكسبريشن مكتوبين جنب بعض، ده معناه ايه؟ ان في ترانزيشن هنا من ستيت لستيت. تمام، انت يا ابني اللي بتعمل بتاع يا ابني. طيب اللي جنبها لو جات لي واحد هموف تو انذر ستيت، هروح ل بي ستيت بي. تمام، لو انا في A وجات لي واحد ممكن اروح لستيت A، والمفروض ان كده ده ايه؟ ده السيمبل اللي قبل الاخير، ده كده الرقم اللي قبل الاخير،
فلو جالي 0 1 هفضل في نفس الستيت، لو جات لي 1 ممكن اروح للستيت اللي بعدها، وبعد كده ما دام جات لي 1 واتنقلت لستيت تاني فساعتها ايه المفروض يجي لي بعدها 0 اور 1، مش عارف 0 1 الماوس هيروح ساعتها لستيت تانية، والستيت دي المفروض تبقى ايه، تبقى الفاينل ستيت. ازاي اقول ان هي فاينل ستيت في ال NFA او في الفاينايت اوتوميتا عموما؟ يعني الفاينل ستيت بتبقى عليها دايرتين، تمام؟ فلو انا في بي، يعني انا وصلت ان جات لي 1 وفي بي، هموف من بي لسي سواء جالي 0 اور 1، والسي دي هتبقى ايه الفاينل ستيت بتاعتي دي كده. المفروض ده كده رسمه ال NFA بتاعتي. طيب باشمهندس محمد رضا، في عندك سؤال؟ حضرتك، هو بس عندي تساؤل، يعني حضرتك بتستخدمي دلوقتي الطريقه اللي هي العاديه خالص في بناء ال NFA، بس احنا كنا المفروض اللي انا فهمته ان احنا نستخدم التومسون كونستراكشن، بحيث ان احنا نستخدم فكره الابسلون ان احنا نجلو توجذر كل ستيت مع الثانيه، فهي كده مختصر كويسه جدا طبعا، بس اقصد احنا اتعودنا على الشكل الثاني، فهل مش المفروض الاحسن ان احنا نستخدم التومسون كونستراكشن ولا لا؟ هو مش الاحسن، هو هنا في السؤال ما طلبش مني ان انا استخدم التومسون كونستراكشن. تمام، يعني هو حدد ده تحديدا اعمل كده، بس غير كده ممكن اعمل بالشكل ده. يعني هتلاقوا في الشيت في السؤال ان هو طالب منك ان انت هتستخدم التومسون كونستراكشن عشان ترسم ال NFA. تمام، هو عشان بس اتعودنا عليه قوي فنسينا الطريقه العاديه. ممكن تعملي يا دكتور اكزامبل بيه مثلا او حاجه لو ينفع في وقت؟ طب ماشي، خلونا نعمل الاكزامبل ده بالتومسون انستراكشن، وعدم انتوا تعودتوا عليه تعالوا نعمله سوا. يلا اللوب دي هعملها ازاي؟ انا واقفه ده الانيشال ستيت بتاعتي، هعمل ايه بقى؟ مش اللي هي نظام الوصلات اللي هي عن طريق الابسلون؟ عن طريق الابسلون. تمام، يبقى احنا في الانيشال ستيت المفروض نطلع وصلتين داخلين على ايه، وصله اللي هي ابسلون بما ان داخل 0 1، بما ان في اور، فالمفروض يبقى عندي ايه طالع كده، ايه 2 2، الاثنين دولت بابسلون. انا مش عارفه الرسمه واضحه قدامكم، بس انتوا ايه تخيلوا بقى ايه الشكل هيبقى منظم. دول دي ابسلون اللي فوق السهم، دول ابسلون. هو المفروض الستيت اللي بتبدا منها فكره الاو بيكون في قبلها ستيت البدايه، يعني ما ينفعش الستيت البدايه تكون هي نفسها الستيت اللي طلعناها الاو. يعني لازم نحط قبلها الاول ستارت ستيت ثانيه، نمسح الاول اللي داخل ده، ماشي، ونوصل بقى الستارت ستيت بالستيت بتاعت الاورنج بابسلون. طب تعالوا نعملها واحده واحده، هنعمل الاورنج الاول وبعد كده ايه نوصل الدنيا ببعض. يعني تمام، دلوقتي بنعمل الحته دي، فهنبدا بعد كده لو جالي 0 هيروح على ستيت ثانيه، هنا 0 تحتها زيها كده يبقى 1 تحتها 1 بالظبط، وبعد كده هنكومباين مع بعض الاثنين دول. بالظبط، رايحين للستيت دي بابسلون برضو، ابسلونات ابسلون فوق وابسلون تحت. الستيت الاخيره بقى بترجع للستيت اللي هي المفروض اللي هي قبل اول ستيت دي، اللي هي الستارت ستيت اللي المفروض تكون موجوده، يعني بابسلون، بحيث انها تحقق فكره الستار الاستريكس. تمام تمام بالظبط كده، وبعد كده ايه ماشي الستيت الاخير اللي هي الاولانيه بتاعت الاورنج بتروح للاخيره بابسلون، لانها ممكن تختار الابسلون. بس مش دي المفروض، المفروض اللي بعدها. عشان ايه؟ عشان هو هو دخل الاور وبعد كده بدل ما يختار يا اما 0 او 1 هو ممكن كمان يختار ابسلون. بالظبط، هو اختار الابسلون، فممكن تبقى ما تتكررش اصلا، فايه هيطلع بالزبط من هنا بابسلون. وهيدخل بقى على هنا، المفروض كان في واحد تقريبا دي ثابته، يعني هناخد هنا ابسلون وبعد كده هنمد خط كمان لستيت جديده، يبقى في واحد كمان وحده ثابت مش هحسب. الثواني، الحته دي كلها دي عباره عن الجزء ده اللي هو الايه داخل لها 0 اور 1، تمام. طيب وبعد كده نكمل بقى، جالي واحد هنحطه عادي، هنروح للستيت اللي بعدها.
وبعد كده هنطلع ايبسلون كمان هنرسم بقى كان في ايه في الاخر بقى انا مش فاكر نفس البلوك ده من غير الفيدباك نفس البلوك ده من غير الفيدباك يعني هنكرر نفس البلوك ده هنا عشان هنا في احنا كنا مش حاطين ستار بس صح كده فهنكرر نفس هي حاجه هي من غير الفيد يعني من غير السهمين اللي هم الكبار دول الابسلون هي الحته اللي في النص بس يعني هنا هتبقى في ستيت هيطلع منها اتنين مش عارفه هتكفي ولا لا ليه يا جماعه ليه يعني ليه ما احنا عملناها فوق خلاص ليه نتعب نفسنا كل ده لا ما دي طريقه تانية على فكره يعني دي اسمها الطريقه اصلا اللي الدكتوره الطريقه شرحتها والدكتوره طلبت ان احنا نحل بيها لان هي في اسئله معينه أيوة. دي الاسئله يعني هو ممكن يطلب منك حل اعمل بطريقه التومسون كونستراكشن هي هتلاقي طويله هي الدكتوره قالت مش هتجيب حاجه طويله دي مش طويله ولا حاجه ده السؤال سؤال عادي جدا اطول من كده يعني دي ما تعتبرش طويله في حاجات اطول من كده بكتير يعني بس يعني دي هتلاقوا فيها اصلا ناس بيسموا دي ان اف اي ودي ابسلون ان اف اي هنكمل نفس دي بس لحد ما نوصل الثانيه اسمها ايه يا دكتوره الثانيه اسمها ايه اللي فوق دي ان اف اي اللي تحت ابسلون ان اف اي الدكتورة كمان كانت قايلة إن في حاجة معينة بتخلي الإبسلونات دي مهمة يعني زي بتصحح أو بتتفادى أخطاء معينة بس هي لسه قالت هتشرح الجزء ده بعدين يعني يعني أقصد الإبسلونات دي مهمة المفروض في حاجة مش عارف إيه لسه هي مهمة بس أنتوا يعني إيه بعدين هيطلع من هنا بإبسلون المهم إن أنتوا تبقوا عارفين الطريقتين يعني هو معلش عشان السبورة خلصت هيطلع من هنا بإبسلون حضرتك فيما يخص الستار انا المفروض بجيب يعني ترانزيشن من الاولانيه خالص من الستيت الاولانيه خالص لغايه الاخرانيه صح كده زي ما حضرتك عاملها الستيت اللي قبلها بقى على طول عشان اعمل لها برضو ستار بعملها مع الثانيه مش مع الاولانيه برضو يعني مش مع اول ستيت خالص بعملها من اللي بعديها انا مش فاهم غلط اللي هي انهي سهم السهم اللي راجع اللي فوق اللي فوق دوت خالص ده المفروض هيبقى من الستيت الثانيه مش من الستارت هيدخل هنا صح هيدخل هنا مش من الستارت صح هيدخل هنا لان هو هيعيد الحته دي بس لكن اللي طالع اللي هيوصل على طول بره ده اللي هو بتاع الابسلون عشان لو دخل على طول زيرو ما دخلش زيرو 1 والسهم ده هيبقى عليه ابسلون برضه تمام حضرتك ممكن تشرحها تاني يا دكتور اشرح انهي واحده اللي فوق ولا اللي تحت بتاعت الابسلون ابسلون ان اف اي اللي هي اللي تحت الابسلون ماشي هي الطريقه دي اسمها التومسون كونستراكشن تمام اول حاجه ان انا عايزه ايه انا لو واقفه في اول حاجه الانيشال ستيت تمام هيمشي بابسلون انا بكومباين الابسلون او بربط الستيت ببعض بابسلون تمام فهروح للستيت دي وعندي هنا طريقين يمشي فيهم يا اما هيدخل زيرو يا اما هيدخل 1 فالطريقه ان انا يعني طريقه تومسون بتقول ايه هي فيها شويه قواعد كده هيبقى عندي ستيت هيطلع منها 2 ايبسلون هيوصلوني كل ايبسلون هتوصلني لستيت والستيت الاولانيه هيطلع منها زيرو هتروح لستيت تانية والستيت اللي تحت هتروح هيطلع يعني لو جالها 1 هتروح لستيت ثالثه وبعد كده التو ستيت دولت هيروحوا لي الستيت دي والاثنين هيروحوا بابسلون دي كده طريقه الاور عموما يعني من اول هنا كده لحد هنا دي طريقه اي اور شفتها يعني لو اي ترانزيشن فيها اور يعني هيتنقل من ستيت لستيت باستخدام اور سواء كانت لوب او مش لوب لازم ايه تتعمل بالطريقه دي طيب موضوع اللوب بقى ان هو هيبقى فيه استريك في سؤال معلش حضرتك قلت الستارت ستيت اللي بعديها دي اللي هي ايه بقى يعني احط فيها ايه 1 1 ولا 0 ولا احط فيها ايه دي اللي انا واقفه عليها دلوقتي دي ستيت لا مش هتحط فيها حاجه هي لسه يعني دي ستيت فاضيه برضو وبربط بينها ما بينها بابسلون بابسلون يعني من الستارت ستيت للستيت دي في ابسلون هنا في ابسلون اهي مش واضحه قوي بس دي ابسلون يعني تمام هي دي اللي جوه بيبقى اللي على السهم element صح؟ يا زيرو يا وان تقريبا element على السهم على حسب يا اما ابسلون
او حد حاجه من اللانجوج على حسب اللانجوج بتاعتك، ممكن تبقى 0 1 A B C على حسب اللانجوج ليتر تيجت على حسب اللانجوج بتاعت. بس هي غالبا بتبقى يا دكتور يعني بتبقى الانبوتس يا دكتوره الانبوتس الانبوتس اه اي ما مش ملهاش غالبا تبقى ايه يعني. في الاكزامبل ده الانبوتس بتاعتنا 0 1 الالفابيتكس بتاعتنا 0 1 في اكزامبل ممكن تكون A B صح، ممكن تبقى A B A B C D ممكن تبقى letter و digit يعني ما ده الانبوت بتاعي الانبوت بتاع اللانجوج بتاعي ايا كان هو ايه. بس اللي على السهم يا دكتور بيبقى انبوت واللي جوه الدايره نفسه او البتاع بيبقى ستيت نسميها انت عايز تسميها بالارقام عايز تسميها بليترز ايا كان بقى انت بتسميها ايه. طب معلش هو انا ليه لما ربطت اللي هي السكند ستيت دي لما ربطتها باللي بعديها السهمين اللي بعديها ليه ما حطيتش في الاول 0 او 1 يعني ليه حطيت ايبسلون الاول؟ دي كده هي التومسون كونستراكشن ما ينفعش اربطهم 0 و 1 على طول لازم اربطهم بايبسلون. اه رسمت الاول. طب ايه القواعد الايبسلون نفسها يا دكتور يعني ليش معنى انا ايبسلون وماشي ب 0 1 وبعد كده ايبسلون يعني ايه؟ لا هي مش قواعد الايبسلون هي قواعد التومسون كونستراكشن. بصوا على المحاضره هتلاقوا قواعد دي كده قواعد دي كده شكل الاور في التومسون كونستراكشن وده كده شكل الاند يعني في تو ستيت يعني جايين ورا بعض اللي هو لو انا في ستيت A هروح لستيت B ب 1 بس فمفيش اور فهنتقل على طول ادي الستيت ايبسلون ستيت بعد كده 1 ستيت وهكذا. فدي قواعد الطريقة نفسها مش قواعد الإبسلون ولا دي قواعد الطريقة بتاعة تومسون كونستراكشن نفسها. تمام. طيب. بعد ما بنعمل أور المفروض إن إحنا بنجمعهم تاني في ستيت صح كده؟ آه. طب معلش لو في القاعدة اللي فوق ديت لو هو في لوب هعملها على البي يعني لو هو ما فيش 0 و 1 هيتكرر أكتر من مرة مش هعمل الجزء بتاع سي ده خالص صح؟ الجزء بتاع سي لا ده ملوش علاقة بالتكرار. الجزء بتاع سي ده معناه انه بعد ما يجي واحد فيها في ديجيت هتيجي ديجيت دي عبارة عن 0 و 1 بس هتيجي مرة واحدة بس. تمام. لو هو بقى هيتكرر هل هلغي حتة سي دي خالص واعملها على البي؟ هو ايه اللي هيتكرر يعني هيبقى الواحد؟ بعد الواحد الزيرو واحد ماشي ممكن تعمليها على البي وتخلي البي هي الفاينل ستيت بتاعتك ولو جالها 0 و 1 تفضل فيها هي ما تروحش الستيت تانية ممكن. تمام. وتحت احنا عملنا برضو بعد ما خلصنا الواحد طلعنا بس تحت قولي تاني معلش في الجزئية اللي تحت اللي هي بعد ما خلصنا الواحد وطلعنا منها 0 و 1 دي لان هما ال 0 و 1 اللي هما ما بين البي والسي وكده يبقى خلصت صح؟ دي الأور اللي هي ما بين البي والسي الحتة دي. تمام. وكده ودي كده اللي ما بين الاي والبي الحته دي. تمام. ودي اللي هي في الاي نفسها وحته اللوب ان انا ايه ممكن بعد ما يختار يا اما 0 1 يرجع تاني هنا ويختار ياخد رقم تاني يا اما 0 او 1 او ممكن من بدايه خالص ما يخشش في حته الاور دي لان احنا قلنا استرك فممكن ما يعني 0 استرك دي معناها 0 اور ميني يعني ممكن ما تجيش اصلا فهيروح يتحرك من الستارت على طول لايه الستيت اللي بعدها مش هيعمل الاور هيروح داخل هنا وبعد كده يكمل بقى على واحد. تمام. طيب حد رافع ايده؟ لو سمحت يا دكتور حضرتك كنت هتشرحيها بالترانزيشن تيبل ممكن نعرف بتبقى ازاي؟ انا هعمل ترانزيشن تيبل دلوقتي. حاضر نعمل الدنيا دي واضحة كده؟ حد عنده سؤال في الرسمة دي كده NFA ليه NFA؟ عارفين ايه الفرق بين NFA والDFA؟ عشان مش طالع منها اكتر من سهم من الDFA مش اكتر من انبوت وما فيهاش ايبسلون الDFA ماشي اوكي هنا مثلا البي لو جالها زيرو اللي داخل فيها الواحد مثلا لو جت لو انا في ايه وجالي واحد هبقى اروح في كذا مكان يعني بيبقى في من اسمها ال NFA non deterministic فالدنيا مش محدده قوي ال DFA deterministic ال DFA ما فيهاش ايبسلون هي deterministic واضحه ما فيهاش ايبسلون خالص فيها يا اما 0 اور 1. خلينا في نرسم اول حاجه ال NFA كامله وبعد كده ايه دكتوره معلش عايزين نعمل ترانزيشن تيبل بعد اذن حضرتك
ما هو انا بفتحها ده ترانزيشن تيبل. لو انا في الاي وجالي زيرو هروح فين؟ هروح للاي برضو. هفضل في الاي لو جالي زيرو هفضل في الاي. طيب لو انا في الاي وجالي واحد هفضل في الاي برضو اما اروح للبي؟ هفضل في الاي او اروح للبي. او ممكن اروح للاي والبي بس كده. طيب الستيت اللي بعدها لو انا في البي لو في البي وجالي زيرو لو في البي وجالي زيرو اروح للسي الاكسبت. هروح للسي بالظبط. طيب لو في البي وجالي 1 للسي برضو هروح للسي. طيب لو انا في السي والسي دي فاينل ستيت فالمفروض ان انا احط عليها علامه كده ان هي دي الفاينل ستيت. المفروض ان انا احط عليها دايره بس انا هرسم هكتب استريك كده قبلها او اي علامه تقول لي ان دي الفاينل ستيت بتاعتي. طيب لو انا في السي وجالي زيرو خلاص انا في السي مش هعمل مش هروح في حته. يعني الرسمه اللي احنا رسمناها دي ال ان اف اي لو انا في السي وجالي زيرو مش هروح في حته. المفروض بتبقى فاي يعني المفروض اقول فاي. نحط شرطه ممكن اكتب نن او نل شرطه نل او فاي مثلا. تمام لو انا في السي وجالي واحد برضو نل اللي هو مش هيتحرك مش هيروح. حضرتك يا دكتور الميتنج هيفصل. ماشي هو نفس اللينك هو كان في حاجاتك انا ممكن اعمل لينك ممكن اعمل لينك وابعته يا جماعه يا دكتوره. طب ابعته دلوقتي. ماشي اعمل لينك وابعته. ماشي خلاص تمام. هو بيقول لكم فاضل قد ايه ويفصل ولا مش باين قدامكم؟ لا هو كده خلاص يعني بس انا هستاذنكم اطلع واعمل اللينك بسرعه عشان قبل ما يفصل يعني. تمام ماشي اوكي. حاجه تانية اللي لما يا جماعه ممكن تبعتوا للدكتوره والبتاع ده وخلي بالكم من الكاميرات عشان بس ما تفتحش. اتفضل يا دكتور انت الهوست دلوقتي. تمام. طيب كده السكرين واضحه قدامكم؟ تمام واضحه. طيب طيب يا هو ده ليه هي ليه نال هنا يا دكتور؟ هي مش نال هي فاي. يعني انا لو واقفه في سي انا وصلت للسي خلاص دي الفاينل ستيت بتاعتي جات لي 0 اور 1 خلاص ما مش هروح حته. يعني ال NFA وانا واقفة في السي خلاص مش هروح في حتة تانية جالي 0 1 خلاص مش هروح في حتة. يعني ممكن نكتب شرطة كده على السطر وخلاص ممكن يعني واحنا قعدت بنكتب فاي او شرطة يعني اللي هو مش هتروح في حتة يعني هي الستيتس بتاعتك A B C فانت اما تروح لA يا اما تروح لB يا اما تروح لC. طيب بس كده والرول الاخير ده ما ملهوش لازمة. طيب عايزين بقى ده كده ال NFA هو الرسمة بس هو من الترانزيشن تيبل ده بتاع ال NFA. عايزين بقى ايه نكونفرت ال NFA ده to equivalent DFA. تمام ال في ال DFA المفروض ان انا كل ستيت يبقى ال input سواء جالي زيرو في كل ستيت جالي زيرو or one ببقى عارفة انا المفروض اعمل ايه وانا واقفه في كل ستيت انا عارفه انا المفروض اروح فين. طيب ازاي احول ازاي كونفرت من NFA ل DFA؟ هنعمل ترانزيشن هنعمل الترانزيشن تيبل بتاع DFA وهنكونستراكت الترانزيشن تيبل ده من الترانزيشن تيبل بتاع DFA بتاع ال NFA سوري اللي احنا عملناه ده. طيب خلينا نعمل التيبل بتاعنا ده كده هيبقى عندي 2 inputs ال states عندي 0 1. نبدأ ان انا لو انا واقفة في A وجالي 0 هعمل ايه من ال NFA؟ لو انا واقفة في A وجالي 0 هروح لل A. تمام لو انا واقفة في A وجالي 1
هنا بيقول ان انا ممكن اروح للاي وممكن اروح للبي. دي تنفع في ال ان اف اي، في الدي اف اي المفروض ابقى عارف هروح لايه، فساعتها هعمل ايه؟ هروح للبي على طول. طب والايه؟ اهو كده انا بغير اللغه كده، مش هينفع بتكرارات واحد، مش هروح للبي على طول. هكونستراكت نيو ستيت، تمام؟ والنيو ستيت دي يعني هو لو جاله 1 هيروح لستيت تانية. الستيت دي جديده، مش ما كانتش موجوده في الـ NFA. نسميها مثلا AB، ده اسم يعني، هي مش ممكن نسميها، خلينا نسميها مش A، خليها C مثلا، C عندنا C، خلينا نسميها مثلا X1. خليها AB يا دكتوره. هي AB هتبقى واضحه، بس انتوا ايه، خليكوا بس ايه نفرق ما بين AB دي ودي. دي في بينهم كوما، يعني ده معناها ستيت A وستيت B، انما دي ده اسم الستيت AB، يعني دي ستيت جديده. دي اللي جواها الـ A والـ B مع بعض، صح كده؟ يعني المفروض دي ستيت جديده، مش جواها A و B مع بعض، دي ستيت جديده ما كانتش موجوده في الـ FA. ممكن اسميها يعني X، هتروح الاثنين. يعني هو كده عند الـ 1 هتروح الـ A والـ B، لا كده عند الـ 1 هتروح لستيت جديده اسمها AB، مش هتروح لا للـ A ولا للـ B. عند يعني لو انا واقفه في الـ A، يعني اعمل ميرج ما بينهم، يعني بين الـ A والـ B، يعني مش عملت ميرج، عملت ستيت جديده خالص، ستيت ما كانتش موجوده في الـ NFA. يعني ده كده ده الـ NFA بتاعي، دي دي اف اي، انا عملت ستيت جديده سميتها AB، هي اسمها AB، تمام؟ ممكن اسميها اكس واي اي حاجه، بس خليها AB عشان تبقى بس عندنا، تمام؟ فدي ستيت جديده ما كانتش موجوده اصلا. طيب بعد كده الستيت اللي بعدها هشوف بقى الستيت الجديده اللي كانتش موجوده دي. يعني انا ما ينفعش اقول بي، لان انا ما عنديش بي دلوقتي، ما خلاص يعني انا في الدي اف اي ما عنديش بي، انا عندي الاي والاي دي موجوده اصلا، دي الانيشال ستيت بتاعتي، وعندي اي بي دي نيو ستيت انا عملت لها كونستراكت دلوقتي. فانا لو واقفه بقى في النيو ستيت دي، لو انا واقفه في النيو ستيت دي وجالي زيرو، المفروض اروح فين؟ اعرف ازاي بقى الاي بي دي عملت لها كونستراكت على اساس ايه؟ ان انا لما كنت واقفه في ايه وجالي 1 كان بيروح يا اما للاي يا اما للبي، تمام؟ طيب لو انا واقفه فهشوف عندي، يعني عباره عن اليونيون ما بين الاي والبي، لو انا واقفه في الاي والبي، في سؤال؟ لا هنروح للسي صح، نروح لل ثواني. بالظبط، هشوف انا دلوقتي يعني المفروض يا اما اكون واقفه في الاي او البي، جالي زيرو هروح لفين؟ انا بجيب اليونيون بتاعهم، يعني ايه يعني اليونيون؟ يعني اللي هما الاثنين مع بعض، بجمعهم مع بعض، فالمفروض ان هو يروح للاي والسي الاثنين، بس في الدي اف اي ما ينفعش يروح لتو ستيتس، فهكونستراكت ستيت جديده هسميها اي سي. محمد لو تعمل حاجه ارجوك ستني خط المحاضره. المايك يا باشمهندس رجب. انا بحب يكون مفتوح لي، معلش يا دكتور. طيب دكتور معلش، انا بس عايز اعرف هو الصوت بيقطع عندنا ولا بيقطع عند الناس كلها؟ عندك انت؟ انا عندي تاني. بيقطع عندكم كلكم؟ لا 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 كويس. كويس. هو عنده هو في مشكله في النت. لا الصوت كويس يا دكتور. طيب ماشي. طيب فدي عملت construct الستيت جديدة، اللي هو ليه؟ إن أنا لو واقفة دلوقتي دي state، الستيت اللي أنا عملت لها construct الأول اللي هي الـ AB، دي جاية من إن أنا إيه، لو يعني لو جاله واحد يا إما هيروح للـ A أو الـ B، فهجيب إن أنا إيه لو أنا واقفة في الـ A أو في الـ B وجالي زيرو، هيروح فين؟ هيروح يا إما للـ A أو الـ C، بس في الـ D في A ما ينفعش يروح لـ two state، هو هيروح لستيت واحدة، فهعمل construct الستيت جديدة هسميها AC، تمام؟ طيب لو انا واقفه في الاي والبي، الاي بي اللي هي الستيت الجديده، وجالي واحد، شوف نفس الكلام، انا المفروض ابقى واقفه في الاي او البي، لو انا واقفه الستيت الجديده دي بتريبريزنت التو ستيتس دول الاي والبي، لو انا واقفه في الاي او البي وجالي واحد، لو واقفه في الاي وجالي واحد هيروح للاي او البي، ولو انا واقفه في البي وجالي واحد هيروح للسي، فالمفروض ان هو يروح لثلاثه ستيتس. طبعا ما ينفعش دي في ايه بيروح لستيت واحده، فانا هكونستراكت او هجنريت ستيت جديده
نسميها ايه؟ الصوت في حاجة يا جماعة؟ الصوت في وصل يا دكتور. يا جماعة النت بيقطع ولا عندي بس؟ هو عندي انا بيقطع. الصوت راح مش عندك انت بس الصوت راح. طب احنا سامعين بعض يا جماعة صح؟ احنا سامعين بعض كويس صح؟ سامعين بعض كويس. مش كان الدكتور يا شباب ثواني بس. مهندس طيب انا مش عارف اقفل الريكورد للاسف. محمود بعد اذنك وقف ريكورد، هي الدكتوره طلعت فانت اللي معاك الهوست دلوقتي. ثانية واحدة ريزيوم. ماشي اتفضل يا دكتور. اوكي طيب دكتور انا حاسس انها تايه بصراحه يعني مش عارفه كل الناس كده ولا انا بس تايه ايه اسال لو تايه اسال انت بس الدكتور كان يرد دي خالص لو انا بس خلاص الدكتور المشكله ان الدكتوره فعلا بتحل بطريقه تانية خالص يا دكتور لو عملنا الأول الرسمة ممكن تبقى أوضح من كده وبعد كده نعمل الجدول ولا؟ رسمة إيه؟ يعني مش دي هتبقى رسمة تانية؟ الجدول رسمة التاني رسمة الستيتس يا دكتور إن إحنا بنكون في ستيت معينة ونطلع على ستيت تانية. بص على الدكتورة شهيرة بتستخدم الطريقة اللي هي أقل شوية في الأبستراكشن من الطريقة دي، فهي بترسم الستيتس نفسها، بنبقى إحنا عاملين مثلا الـ NFA نفسها. بعد كده بنحولها لدي اف اي عن طريق ان احنا واحده واحده بنجمع الحالات المتشابهه من على الرسمه نفسها لحد ما نحولها لدي اف اي، وحتى في المينيمايزيشن بنعمل مينيمايزيشن برضه عن طريق الـ يعني الماثيماتيكال موديل بتاع الستيتس نفسها مش الجدول، لان الجدول بيصعب الموضوع شويه من حيث ان الواحد بيبقى مش شايف العلاقات ما بين الستيتس نفس الشكل الواضح اللي يكون فيه في الرسمه، عشان كده الدكتور بتستخدم الرسمه والطريقه دي يمكن اسهل لاغلبنا يعني اعتقد. الرسمة بالنسبة لكم أسهل من التيبل؟ الدكتور هو الثاني هي نفس الرسمة الجدول يا دكتور. نعم ممكن أقول حاجة يا جماعة؟ الرسمة بنستنبط منها الجدول، فأعتقد إن هي الرسمة هتوضح أكتر. بالظبط. طب معلش ماشي بس ممكن أقول حاجة، ممكن تبقى دي طريقة تانية إحنا نعرفها طيب، ويمكن تبقى هي الأسهل بعدين، يعني إحنا عرفنا الطريقة الأولى يمكن الطريقة دي تكون هي الأسهل، نشوف دي ونشوف دي، إيه رأيكم؟ هي نفس الحاجة، أنا برضو بنجمع كل الحاجات اللي شبه بعض هي معينة. تمام، حد دلوقتي المايك. عمرو المايك يا عمرو. المايك يا عمرو. طيب، فيعني يعني أنا شايفة إن دي أسهل بس دكتوره بعد اذن حضرتك. اوكي. هي نفس الطريقه يعني، بس كانت الدكتوره بتستخدم في المحاضره من مجموعه، يعني كانت بتعمل ستيت جديده اسمها ايه، مجموعه من ايه وبي، وبتعمله في مجموعه. ما هي نفس اللي احنا بنعمله. الستيت اللي احنا عملناها اي بي ما فيهاش فرق. اقول لكم على حاجه، هنعملها كده واعملوها انتوا بالطريقه بتاعت الرسمه وشوفوا هنوصل لنفس النتيجه ولا لا. بس هي نفس الحاجه والله. ماشي فكرة حلوة، عشان نبقى جربنا برضه. ماشي طيب، احنا دلوقتي عملنا الـ A والـ AB، في هنا two states اللي أنا عملت لهم generation دلوقتي اللي هي الـ AC والـ ABC، لسه ما عملناش الترانزيشن بتاعهم، فخلينا نبدأ بالـ AC. أنا دلوقتي في الـ AC لو جالي زيرو فهشوف أدي دي الـ state A والـ state C. لو أنا جالي زيرو، لو انا في A وجالي 0 هروح لل A، ولو انا في C وجالي 0 مش هروح في حته، فالمفروض ان انا AC جالي 0 اليونيون بتاع A ونال A. تمام. طيب لو جالي 1 اليونيون، لو انا في A وجالي 1 هروح ل A و B،
لو انا في سي وجالي واحد هروح لنل، فاليونيون بتاع اي بي ونل اي بي اللي هي الستيت، سوري انا في الواحد الستيت الجديده بتاعتي اللي هي اسمها اي بي. تمام. طيب كده خلصنا ولا فاضل الاي بي سي؟ لازم في الدي اف ايه لازم كل ستيت يبقى ايه، اعرف ايه لو جالي الانبوت زيرو ايا كان الانبوتس اللي عندي لازم يبقى ايه في طريق تمشي فيه، ما ينفعش الستيت تبقى لو جالي زيرو مش هتعمل حاجه. طيب الاي بي سي لو جالها زيرو، الاي لو جالها زيرو هتروح لاي، انا بجيب اليونيون بتاعهم كلهم يعني الاي والبي والسي، الاي لو جالها زيرو هتروح للاي، لو جالها بي هتروح للسي، ولو جالها سي مش هتروح في حته نض. اليونيون بتاع اي وسي ونض هيبقى اي سي، وانا عندي الستيت اي سي اهي. تمام. طيب لو اي بي سي وجالي واحد هشوف اليونيون بتاع الاي والبي والسي، لو جالي واحد لو انا في اي وجالي اي هروح للاي والبي، لو انا في بي وجالي واحد سوري تاني لو انا في اي وجالي واحد هروح للاي والبي، لو انا في بي وجالي واحد هروح للسي، لو في سي وجالي واحد هروح لنض. اليونيون بتاعهم كلهم بقى هيبقى اي بي سي، اليونيون بتاع اي بي والسي والنل هيبقى اي بي سي اللي هي الستيت الاخيره عندي اي بي سي. دي تعتبر الاكسبتد ستيت كده الاصل الفاينل ستيت. احنا هنا الفاينل ستيت عندنا كانت ايه السي. هنا بقى في الدي اف ايه هيبقى ايه الفاينل ستيت؟ كل الستيت اللي فيها السي مش الاي بي. الاي بي سي هتبقى فاينل ستيت، اه دي هتبقى فاينل ستيت، وكمان الاي سي. تمام. لان هنا كانت السي هي الفاينل ستيت، فاي ستيت فيها سي في الدي اف ايه هتبقى هي الفاينل ستيت. طب معلش يا دكتور، هنا بتنقل ازاي من اي وبعد كده اي بي واي سي؟ الحته دي مش فاهمها. بتتنقل من اي لاي بي. اه يعني مثلا لو انت واقف في اي جالك واحد يعني دي احنا بنحاول، لو احنا واقفين في ايه في ال ان اف ايه وجالي واحد كنت بروح يا اما لل ايه يا اما لل بي، صح الرسمه اللي رسمناها على الوايت بورد. لو انا واقفه في الايه وجالي واحد هروح للاي او البي. تمام. طيب تمام. فانا في الدي اف ايه ما ينفعش يبقى عندي ان هي تطلع نفس الانبوت يروح لي تو ستيت، المفروض يروح لستيت واحده. فانا عملت كونستراكت لستيت جديده سميتها اي بي، فلو جالي اي لو انا واقفه في الواحد في الاي وجالي واحد هروح للستيت دي اي بي. تمام. تمام. بعدين تمام. اشوف بقى لو انا واقفه في الاي بي دي وجالي زيرو اعرف ازاي ان انا همشي ازاي؟ هشوف الاي بي دي جايه منين، جايه من الاي والبي. طيب فانا لو انا واقفه في الاي وجالي زيرو هروح للاي، ولو انا واقفه في البي وجالي زيرو هروح للسي، فهاخد اليونيون بتاعهم عشان ما ينفعش يبقى تو ستيت، هاخد اليونيون بتاعهم وهعمل ستيت جديده هسميها اي سي. تمام. انا بجمع يعني بجمع كل الستيتس اللي هو بيروحوا لنفس الحته بجمعهم مع بعض، هي نفس الطريقه اللي انتوا عارفينها. تمام. ونفس الكلام لو انا واقفه في الاي بي ورحت وجالي واحد اللي هي جايه من ايه، انا واقفه في الاي وجالي واحد هروح للاي والبي، ولو واقفه في البي وجالي واحد هروح للسي، فاليونيون بتاعهم هيبقى الاي والبي والسي، فمش هينفع يروحوا لثلاثه ستيت، هكونستراكت ستيت جديده هسميها اي بي سي، يعني هجمع الثلاثه ستيت مع بعض واحطهم في ستيت جديده اسمها اي بي سي. تمام. تعالوا نرسمها، يمكن لو رسمناها دلوقتي انا عندي الاي دي الانيشال ستيت بتاعتي. لو انا واقفه في الاي وجالي زيرو هعمل ايه؟ هفضل في الاي. لو انا واقفه في الاي وجالي واحد المفروض اروح لستيت جديده. تمام. والمفروض تبقى ستيت واحده، هو كان الاول بيعمل في الان اف ايه كان لو جالي واحد يا اما هفضل في الاي يا اما هروح للبي، فانا هروح لستيت جديده ومنها بقى هتحرك سواء ايه هتبقى دي تكرار او دي اللاست، يعني الواحد دي كانت يا اما بتدخل في الايه تاني عشان الواحد هتتكرر،
او هتروح للبيع بحيث ان هي تبقى ايه اللاست الديجيت اللي قبل الاخيره. تمام. طيب لو انا واقفه في الاي بي وجالي زيرو كنت هروح فين؟ هي الترانزيشن تيبل مش ظاهره قدامكم صح؟ لا مش ظاهره عايزينها هو ظاهر. ينفع ناخدها كوبي وبيست ولا لا؟ طب كده ظاهره قدامكم هنا ولا كده ظاهره قدامكم؟ لا 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 استنوا كده ظاهره يعني هات الشاشه دي على الجنب شويه كده ظاهره وشغل الوايت بورد. طيب احنا عايزين وايت بورد دلوقتي. وايت بورد ممكن نعملها من غير رسمه. هو في اقتراح تاني، في اقتراح تاني يا دكتور لو حضرتك ممكن تبقي يعني تجربيه لو مرتاحه في الاقتراح ده. تستخدمي الشيب اللي موجوده في الدوكس نفسه، في دوائر وفي خطوط. ثانيه واحده وده هيكون مناسب او الاسهم بس مش اكتر يعني الاسهم بس احنا نبقى فاهمين يعني عملنا سهم رايح على ايه بعد كده سهم رايح على بي بس نبقى عارفين. هي الشيب اللي كانت موجودة هنا كانت بتفتح برضه في حتة جديدة مش بتفتح في نفس الصح. طب بص حضرتك ممكن تعملي داش داش ماشي؟ اعمل داش داش فين؟ يعني انتر بس كده انتر مرتين كده او مرة ماشي داش داش بقى من واحدة بعد كده علامة أكبر من ماشي هتدي طيب. سهم وبعد ماشي أيوة ممكن. إيه بس كده هنبقى عارفين دي طيب مثلا لو أنا في الأي ماشي ودي كده إيه جالي زيرو يعني نقول إيه نكتبها إزاي لو أنا في لو الأول أنا... جالي زيرو ماشي جالي زيرو هروح إيه المفروض إن أنا أفضل في الأي برضه مش عايزين سبورة. طب خدوا سكرين شوت ممكن ناخد برنت سكرين ثانيه باشمهندس ممكن حضرتك على السكرين اللي عندي بالماوس ممكن اعرف اعملها احسن شويه ممكن اجرب دكتور احنا ممكن نعملها كده مثلا بصي يعني كده مثلا دي الايه هي في حاجه اسمها دروينج يعني انسرت دروينج نيو مش عارف حضرتك شايفين كده يا جماعه انا كنت عامل كده بالظبط كنت عامل زي واحد تمام وده كده الزيرو ده اللي انت تقصده صح؟ اهو وبعد كده دي تبقى اي بي صح كده؟ تمام عملتها ازاي بقى عمرو عشان نعرف دي بالانوتيت تمام خلاص ماشي تمام بس انا 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 هقفل فهي هتتمسح لو انا قفلت مش مشكله مش مشكله هي الدكتور تعملها تاني طب اقفل وانا خلاص انا جبتها طب انا قفلت بس هي اتمسحتش ممكن حضرتك تكملي عليها طيب ماشي لو انا في الاي بي دلوقتي وجالي ايه زيرو المفروض ان انا اروح لايه الستيت جديدة اسمها اي سي هرسم هنا الستيت الجديدة بتاعتي اسمها اي سي تمام ولو انا في الاي بي وجالي زيرو طيب لو انا في الاي بي وجالي 1 المفروض اروح للاي بي سي والمفروض ان الاي سي دي فاينل ستيت فالمفروض ارسم ايه دايرتين كده عليها والاي بي سي دي برضو هتبقى فاينل ستيت فالمفروض ان هي ايه هما دول دايرتين تمام فانا لو في الاي بي وجالي واحد هروح للاي بي سي طيب لو انا في الاي سي وجات لي زيرو هرجع للاي لو انا في الاي سي وجالي 1 هرجع للاي بي دي الحته بتاعت ايه التكرار
لو انا في الاي بي سي وجات لي زيرو هروح للاي، انا في الاي بي سي انا وصلت للاي بي سي بواحد، فلو انا في الاي بي سي وجالي 1 هرجع لايه، جالي زيرو سوري، انا في الاي بي سي وجالي زيرو هرجع للاي سي، والاي سي فاينل ستيت. طيب لو انا في الاي بي سي وجالي 1 المفروض افضل في الاي بي سي. تعالوا عشان نتأكد ان الرسمة دي هتشتغل على اللانجوج بتاعتنا. لو انا دلوقتي ايه، معلش طب اعمل السهم تمام اتفضل. ال1 0 لو انا واقفه في الانيشال ستيت وجالي 1 تمام، وبعد كده هتروح من A لA B، وبعد كده من A B جالي 0 هتروح للA C، والA C دي accepted state أو final state، فتمام ال string ده accepted من اللانجوج وده صح. طيب 11110 أنا واقفة في الA جالي 1 هيروح للA B، جالي 1 تانية هيروح للA B C، 1 تالتة هيفضل في الA B C، 1 رابعة هيفضل في الA B C، وبعد كده 0 هيروح للA C، والA C final state فهيروح إيه؟ accepted. accepted تمام. طيب 110 انا واقفه في الاي جالي 1 هروح للاي بي، جالي 1 تاني هروح للاي بي سي، جالي 0 هروح للاي سي، والاي سي accepting state او final state فتمام السترنج ده معانا. طيب 101010 واقفه في الاي جالي 1 هيروح للاي بي، جالي 0 هيروح للاي سي، جالي 1 تاني هيروح للاي بي، 0 هيروح للاي سي، 1 هيروح للاي بي، 0 هيروح للاي سي، والاي سي فاينل ستيت فايه اكسبتد تمام. طيب 1101 انا واقفه في الاي جالي 1 دي الانيشال ستيت بتاعتنا، جالي 1 هروح للاي بي، جالي 1 تانية هروح للاي بي سي، جات لي 0 هروح للاي سي، جالي 1 هروح للاي بي، السترنج خلصت وانا في الاي بي والاي بي مش final او accepted accepting state ف هي reject ال string ده تمام. لو جالي string مثلا 3 وحايد انا واقفه في الA، جالي 1 هيروح للAB، جالي 1 هيروح للABC، جالي 1 تاني هيروح للABC، والABC دي final state فتمام هي accept ال string ده، و111 هو فعلا ايه accepted. حد عنده سؤال؟ شايف حد رفع ايده؟ دكتور لو سمحت كنت عايز اساسا حضرتك لو ممكن ان احنا نكمل على السؤال، انا عارف ان هي مش مطلوبه هنا يعني، بس ان احنا نعمل خطوه المينيمايزيشن اوف دي اف اي بس طريقه حضرتك لو في جدول مثلا برضه او حاجه هيبقى اعرف الطريقتين يعني. هو احنا هنعمل سؤال على المينيمايزيشن، حاضر هنعمل مينيمايزيشن للدي اف اي، بس في سؤال في اللي احنا عملناه دلوقتي لحد دلوقتي؟ هي دكتور الرسمة دي المفروض ليها مينيمايزيشن ولا ملهاش؟ هي كده آخر حاجة؟ مش عارف ما عملتش بصراحة، فممكن نشوف نمشي عليها ونشوف هل هنعرف نعمل لها مينيمايزيشن ولا لأ. بس قبل المينيمايزيشن احنا لسه ما اتكلمناش عن المينيمايزيشن، قبل المينيمايزيشن في أي حاجة مش واضحة؟ تمام يا دكتور. تمام اعملوها انتوا بقى بالرسمه، يعني ارسموا ال ان اف اي بالابسلون وكل حاجه بالطريقه اللي انتوا متعودين عليها، ويعملوا كونفرت للدي اف اي وشوفوا هتوصلوا لنفس النتيجه ولا لا. تمام. انا عملتها وصلت بصراحه. وصلت لايه؟ نفس النتيجه الرسمه. طيب هما الاثنين نفس الحاجه، واحنا يعني بنعمل نفس الحاجه، انت بتجمع الستيتس في على الرسمه، انا هنا جمعتها على التيبلز، الاثنين نفس الحاجه، شوف ايه اللي بيريحك اكتر. انا بالنسبه لي التيبل بتريحني اكتر، ممكن حد يكون بيستريح في التيبلز، حد بيستريح في الـ من الـ من الرسمه نفسها. طب التيبل بتاع ال ان اف اي يعني كنا محتاجين نبص على الرسمه ولا برضه طلعناه من غير الرسمه؟ هو ممكن تطلعه من غير الرسمه، ممكن ترسمه من الريجر اكسبريشن نفسه. حضرتك عملت كده صح؟ لا احنا هنا رسمنا الاول وبعد كده عملنا الـ NFA، بس هو ممكن يتعمل من غير
من غير استاذن حضرتك لو ممكن طيب تشرح لنا مثلا بسرعه كده ازاي ممكن نحول الريجولار اكسبريشن للان اف اي من خلال الجدول بس من غير ما نطير نرسم. طيب خلينا نستعرض آخر المحاضرة. خليها اخر طب خليها اخر محاضره عشان ما حدش يتلخبط، ونشوف السؤال لو ما حدش عنده سؤال في الحته دي نخش على السؤال اللي بعده. تمام يا دكتور. هو المفروض الرسمة هتبقى موجودة في الريكوردينج بس عشان أعرف أتحرك. طيب دي رسمة DFA أيا كان اللانجوج دي بتعمل إيه، بس ده كده DFA بتاعنا، وعايزين نعمل مينيمايزنج للـ DFA ده. أول حاجة، في حاجة مهمة جدا لما يجي لك DFA وعايز تعمل له مينيمايزيشن، بتبص لو في unreachable state بنشيلها. فلازم تتأكد أول حاجة إن DFA بتاعتك فيها unreachable state ولا لأ. طيب يعني إيه unreachable state؟ يعني خارج منها، مش داخلها حاجة، داخلها حاجة. يعني ستيت احنا مش بنعرف نوصل لها، ما فيش ايه. هي اللي جايه لي، هي اللي داخله لي، مش انا مش عارف ادخل لها. هي خارج منها، مش داخل منها. هي خارج منها بس انا مش عارف ادخل لها من الانيشال ستيت، ما فيش اي انبوت داخل لها. دي بتبقى اوبشنال يا دكتور صح ولا لازم اشيلها؟ لا شيلها لو لقيت ان ريتشبل ستيت بتشيلها. طب هل في ان ريتشبل ستيت في الرسمه اللي قدامنا دي؟ لا في الاف، لا قلنا الاف داخل فيها، داخل على نفسها. داخل على نفسها، هفضل الف فيها برضو، هفضل الف فيها. طيب ما تلف فيها، ايه المشكله؟ هو دكتور في ملحوظه بس بسيطه بخصوص موضوع الانيشال ستيت. الدكتور شريف كانت قايله ان لو الامتحان الجزئيه اللي اتسالت فيها على الام سي كيو فممكن تكون بتسال، وحاطه في الاعتبار ان لسه في unreachable state جوه الحل الفاينل، يعني ممكن تتشال وممكن لا. فاللي انا فهمته ان احنا ما نشيلهاش في الاول ونسيبها للاخر. لو السؤال كان عايزها unreachable state فهنسيبها عشان نعدها معانا كعدد states مش اكتر، يعني هذا اللي انا لو فهمته. ماشي، لو ظهر في السؤال ده على الكلام ده يعني اساله في الدكتور. لا ده كان في الديد ستيت. معلش يا دكتور انا اسف، احنا ليه الاف دي ديد لوك ستيت مش unreachable؟ هو في فرق بين unreachable state والديد ستيت، مش يعني الديد ستيت دي حاجه والunreachable state دي حاجه تانية. تمام، ما هي انا جاوبت الاف دي ديد لوك، لو رحت عندها مش هخرج منها. ايوه الديد ستيت دي مش هتمسحها، دي موجوده معانا، بس هو انت لو وصلت لها مش هتعرف، يعني ما دام دخلت فيها مش هتعرف تخرج منها ومش هتعرف تاكسبت السترنج ده. طب عشان نعرف عشان نعرف بس انها unreachable، لا هي ان انا مش عارف ادخل لها، مش ان انا داخل لها زي كده، يعني الاف انا داخل لها، لكن ان انا مش عارف ادخلها. هي داخله على ستيت بس انا مش عارف ارجع لها تاني. بالظبط، هي الاف مش داخله بس بلوب، داخله فيها كام سهم داخل لها اهو، ادي ايه اصلا داخله لها. هي كلها انبوتس اصلا. وانا مش لو الاسهم دي السؤال ده انا بتكلم عموما، ان لو احنا معانا انريتش ستيت ماليش، يعني السؤال هنا ما فيهوش انريتش ستيت، احنا كده عموما لو في انريتش ستيت فمش شرط دايما نشيلها في الاول لان احنا ممكن نكون محتاجينها في الاخر، لكن اعتقد الديد ستيتس زي دي كده بتتشال على طول. بص لو انت بتعمل مينيمايزنج، لو انت بتعمل مينيمايزنج للدي اف اي فانت بتشيل الـ unreachable state. تمام، مش بشيل الـ data state، ما لهاش علاقة. نعم، الرسمة دي ما فيهاش unreachable state بس احنا بنشيلها. الرسمة دي ما فيهاش unreachable state، لا الرسمة دي ما فيهاش unreachable state، فيها deadlock اللي هي الـ if، فيها دي ودي مش ما عندناش ماشي مشكلة. طب هو السؤال فين بقى؟ احنا هنعمل مينيمايز صح؟ عايزين نعمل مينيمايز للـ DFA دي. تمام، طيب يعني احنا مش بنشيل الديت ستيت، يعني بنتعامل معاها عادي لغايه الاخر مش كده؟ لا الديت ستيت مش بتشيلها، الديت ستيت شغاله معاك مش هتعمل حاجه. الديت ستيت اصلا ممكن بتبقى مهمه في الدي اف اي بس ممكن نشيلها. دكتوره قالت ان ممكن نشيلها. الدكتوره لما شرحتها قالت اللي احنا بنشيلها اصلا في الاول الديت ستيت، هي قالت لو احنا عرفناها نشيلها، لو انت مش عارفها وسبتها في الاخر
هتشيلها برضه. طيب ممكن نكمل يا جماعه؟ طب نشوف السؤال الدكتوره وهتحل ازاي عشان ما ناخدش وقت. بس خلينا بس في الديتا هي اللي انا اللي احنا قلنا عليه، هي ما فيهاش unreachable state، ولو كان فيها unreachable state كنت هشيلها. تمام. طيب ازاي بقى نعمل مينيمايز للدي اف ايه؟ هو الفكره بتاعه المينيمايزيشن للدي اف ايه ان انا بشوف ايه لو لقيت، بحاول اعمل كومبايل الستيت مع بعض. بس هكومباين الستيت ازاي؟ لو لقيت تو ستيت ايكويفالنت او مجموعه ستيتس ايكويفالنت لبعض، فده معناه ان هما ممكن اعمل كومباين للستيتس دي. طيب ايكويفالنت ازاي؟ بعرف الايكويفالنت ستيت ازاي؟ هرسم يعني هكتب الترانزيشن تيبل واشوف نحسب ال الديجري بتاع الايكويفالنس، او عندنا كذا تايب من الايكويفالنس، 0 ايكويفالنس او 1 ايكويفالنس او 2 ايكويفالنس، لحد ما الاقي ان مفيش تغيير بيحصل عندي. فساعتها اعرف ان دو اي دي يعني دي اكتر حاجه مينيمم ممكن اوصل لها، دي اكتر عدد ستيت مينيمم او اقل عدد ستيت ممكن ايه ارسم بيهم اللانجوج بتاعتي. خلينا نعمل اول حاجه الترانزيشن تيبل. عايزين تيبل. انا عندي كام ستيت هنا؟ 1 2 3 4 5 6 ست ستيت. تمام. والانبوتس بتاعتي 0 1. نزلت سوري، عايزه ابقى واقفه هنا. تيبل هرسم كل الستيتس، هكتب كل الستيتس بتاعتي. عندي A و B C D E والF، والانبوتس بتاعتي 0 1. تمام. ممكن تعملها من غير الترانزيشن تيبل، من الرسمه نفسها. طيب احول بقى الرسمه دي للترانزيشن تيبل عادي خالص. لو انا في A ولو انا في واقفه في الA وجالي 0 هروح ل B، ولو جالي 1 هروح لايه؟ للC. تمام. طيب لو انا في البي هروح للA، ولو جالي 1 هروح للD، لو في السي وجالي 0 هروح للE، وجالي 1 هروح للF، ولو في الD لو أنا واقفة في الD وجالي 0 هروح للE، جالي 1 هروح للF، لو أنا في الE وجالي 0 هفضل في الE، جالي 1 هروح للF. طيب لو أنا في الF جالي 0 or 1 هفضل في الF. تمام. وعندنا الفاينل ستيت بتاعتنا او الاكسبتنج ستيت بتاعتنا السي والدي والاي. هعلمهم بس عشان ابقى عارفاهم، السي والدي والاي. ممكن بنرسم حواليهم دايره مثلا او حاجه عشان اعلمهم بالكمبيوتر، احط قبلهم استرك. تمام. طيب احسب بقى ايه الزيرو ايكويفالنس. اول حاجه الزيرو ايكويفالنس هعمل ايه؟ هحط الفاينل ستيت في ست لوحدهم والنون فاينل ستيت في ست لوحدهم. تمام. فالنون فاينل ستيت عندنا اللي هم ايه؟ الاي والبي والاف، والفاينل ستيت السي والدي دي والاي والاي. تمام. طيب وبعد كده ابدا احسب ال1 equivalence. واشوف هل الA والB equivalent مع بعض ولا لا. يعني انا هبدا كده الست احط فيها الA، هل الA والB equivalent مع بعض ولا لا؟ اعرف ازاي؟ هشوف الA والB، الA لو جالها 0 هتروح للB، والB لو جالها 0 هتروح للA. طيب البي والاي موجودين هنا، بشوف الايكويفالنس التايب اللي قبلها على طول، الاي والبي موجودين في ست واحده. طيب تمام. لو جالها واحد، الاي لو جالها واحد هتروح للسي، ولو جالها البي لو جالها واحد هتروح للدي. طيب هل السي والدي موجودين في ست واحده؟ اه السي والدي موجودين في ست واحده، فده معناه ان الاي والبي ايكويفالنت مع بعض. طيب الاف، هل الاف ايكويفالنت مع الاي والبي؟
خلاص ما دام الاي والبي equivalent مع بعض فهشوف الاف مع واحده فيهم، لو equivalent مع واحده فيهم فهتبقى equivalent مع الثانيه. هل الاف equivalent مع البي؟ البي لو جالها زيرو هتروح للاي، والاف لو جالها زيرو هتروح للاف. هل الاي والاف موجودين في ست واحده؟ اه الاي والاف موجودين في ست واحده. طيب تمام، لو جالهم 1 بقى البي لو جالها 1 هتروح للدي، والاف لو جالها 1 هتروح للاف. بس لا فعندي هنا الدي موجوده في ست والاف موجوده في ست تانية، فهما مش ايكويفالنت مع بعض، فالست بتاعتي هتبقى فيها اي وبي بس. تمام. طيب الاف هتبقى ست لوحدها، والسي والدي والاي هشوف هل هما ايكويفالنت مع بعض ولا لا. السي هما هتلاقوهم ايكويفالنت، لان انا بص السي والدي والاي لو جالهم زيرو هما الثلاثه هيروحوا للاي، ولو جالهم 1 هما الثلاثه هيروحوا للاف، فهما هيبقوا ايكويفالنت مع بعض. فهكتبهم تاني سي سي ودي وإي. تمام. طيب نحسب بعد كده ايه التو. ممكن تاني يا دكتور معلش الاكويفالنت تاني؟ معلش الاكويفالنت اللي هو ايه يعني انت حضرتك بتعمل كده؟ اعرف ازاي اعرف ازاي اذا كانت تو ستيت ايكويفالنت ولا لا. هشوف اللي هيتحرك، يعني هشوف كل عندي الاي والبي لو جالهم زيرو هيروحوا فين. هلاقي ان الاي لو جالها زيرو هتروح للبي، والبي لو جالها زيرو هتروح للاي. طيب التو ستيتس اللي هم راحوا لهم دولت هل موجودين في ست واحده هنا؟ اه لقيتهم موجودين في ايه، الاي والبي موجودين في ست مع بعض. تمام. طيب لو جالهم واحد اشوفهم مع كل الانبوت، لو جالهم واحد الاي لو جالها واحد هتروح للسي، البي لو جالها واحد هتروح للدي. هل السي والدي موجودين مع بعض في ست واحده؟ اه لقيتهم موجودين مع بعض. فتمام الاي والبي ايكويفالنت. طيب الاف انا لسه بشوف، انا دلوقتي بشوف الست دي اتاكد هل هم ايكويفالنت ولا لا. لا انا بشوف الزيرو ايكويفالنت، صح يعني في زيرو ايكويفالنت نفسها. انا خلاص الزيرو ايكويفالنت دي بحط الفاينل ستيت لوحدها وال ايوه والنون فاينل هتشوف الاي والبي، وبعد كده حضرتك هتشوف الاف بعيد عن ال في الوان. في الوان ايكويفالنت بقى بمسك الست دي واشوف وابدا اتشيك عليها تاني هل هي فعلا ايكويفالنت ولا لا. فهشوف الاف هل هي فعلا ايكويفالنت مع الاي والبي ولا لا. فبدل ما اشوفها اي واحده فيهم صح، اه هي ما دام الاي والبي ايكويفالنت مع بعض فهشوفها مع واحده فيهم. طيب الاف مع البي مثلا، البي لو راحت لو جالها زيرو هتروح للاي، والاف لو جالها زيرو هتروح للاف. فلقيت الاي الاي والاف موجودين في نفس الست. طيب تمام لو جالهم 1 بقى، البي لو جالها 1 هتروح للدي، والاف لو جالها 1 هتروح للاف. فلقيت الاف هنا موجوده في ست والدي موجوده في ست تانية، فده معناه ان هما مش ايكويفالنت مع بعض، فمش هينفع يتحطوا في نفس الست، الاف هتتحط في ست لوحدها. تمام تمام. طيب انا كده رسمت خلاص الرسمه كده، عندي 3 ستات 3 سكس يعني. لا لسه ما خلصتش، لا لسه ما خلصتش. هحسب التو ايكويفالنت، انا لو حسبت هفضل احسب لحد ما الاقي، لو حسبت مثلا التو ايكويفالنت ولقيت في تغيير هحسب ال3 ايكويفالنت، لو حسبت التو equivalent ولقيت خلاص ما فيش تغيير فده معناه خلاص دي اقل، ده المينيمم بتاعي، فابدا ارسم ال دي اف اي بتاعتي. فاحسب equivalent عشان اتاكد بس ان انا ان التو equivalents، اشوف هل الاي والبي، بحسب يعني كل مره بحسب equivalents بيزد على اللي قبلها. هل الاي والبي، انا دلوقتي بحسب التو equivalents من هنا، الاي والبي اتاكد هل هما ايكويفالنت لبعض ولا لا. الاي لو جالها زيرو هتروح للبي، البي لو جالها زيرو هتروح للاي، الاي والبي موجودين في ست واحده، ونفس الكلام لو جالهم 1 دي هتروح للسي، ولو جالهم البي لو جالها 1 هتروح للدي، السي والدي موجودين في ست واحده. فتمام الاي والبي ايكويفالنت مع بعض، الاي والبي ايكويفالنت مع بعض. طيب الاف هي لوحدها فتمام مش هيحصل اي تغيير. السي والدي والاي هما equivalent لان هما التلاتة بيروحوا لنفس الحاجة، لو جالهم 0 التلاتة هيروحوا الاي، ولو جالهم 1 التلاتة هيروحوا الاف، فهيبقوا ايه هما التلاتة في ست لوحدهم، السي والدي والاي. لقيت equivalence دي عشان ايه؟ يعني عشان اتأكد بس ان خلاص تغيير كده، يعني لو لقيت مفيش، حسبت التو equivalence لقيت ان مفيش ال1 equivalent وال2 equivalent هما الاثنين نفس الحاجه ده سيب، فهقف خلاص مش هكمل. لو لقيت في اختلاف حصل
هحسب ال 3 equivalents. يعني ممكن في دي اف اي مثلا ترسم لحد ال 5 equivalents, تحسب لحد ال 5 equivalents عشان تتاكد يعني كل مره هتلاقي الدنيا بتتغير معاك. ما هي ال 2 دي يعني انا باخد 2 sets مع بعض, يعني ال A وال B مثلا يعني اثنين بس صح؟ اصل انت بص انت في الزيرو equivalent كانوا 2 sets, هنا بقى في ست اتقسمت, فممكن لما الست تقسم كده تيجي بعد كده تحسب مثلا الايكويفالنت بتاع دي, لو هما مش كلهم بيروحوا الاي واف, تيجي تحسب الايكويفالنت بتاعه الست دي تلاقيها اتغيرت لان الستيتس اللي كانت بتروحها اتقسموا ما بقوش في ست واحده, فعشان كده بنحسب التو ايكويفالنت. يعني بعد ما نعمل تغيير بنحسب الايكويفالنت اللي بعده عشان نتاكد ان التغيير ده ما غيرش حاجه في في الست نفسها بالظبط. لو لقينا حسبنا تو يعني تو اتريشن مع بعض او تو ايكويفالنس مع بعض, الوان ايكويفالنس والتو ايكويفالنس ما حصلش تغيير, فده تمام خلاص انا كده واثقه ان هو ده المينيمم بتاعي, فهبدا بقى ايه ارسم ال يعني الزيرو ايكويفالنس والوان والتو دي مش معناها ان انا بقارن يعني الاي والبي بس بعد كده اقارن اي بي اف يعني, لا هي بس نتيجه للسيتس اللي قبلها, نتيجه اللي طلع قبلها صح كده بالظبط. هي اول واحده انا بقسمهم الفاينل لوحدهم والنون فاينل لوحدهم, وبعد كده ببدا بقى احسب واقسم. هنا احنا كنا محظوظين من اول تقسيمه وصلنا, يعني هي دي اصلا هي حاجه سهله, انما ممكن في حاجه ممكن توصل معاك لحد مثلا 5 equivalents تقعد تحسب فيها. طب دكتور احنا معلش بناخد يعني بناخد تو سيتس مع بعض, او يعني مثلا في اللي هي الوان ايكويفالنت بناخد الاي والبي وبعد كده مثلا الاي والبي والاف, ولا لا احنا بناخد الست اللي في نفس الست الستيتس اللي في نفس الست. يعني هنا كان عندنا الاي والبي والاف, فهنشوف هل البي الاي والبي والاف ايكويفالنت مع بعض ولا لا, فهتقسمه. فهنا لما اجي احسب بقى هشوف هل الاي والبي لسه ايكويفالنت مع بعض ولا لا بعد ما عملت التقسيمه دي. بس التقسيمه بتحصل على زيرو ايكويفالنس يا دكتور, اللي هي انا ببدا الزيرو ايكويفالنت. اول تقسيمه بتحصل ازاي؟ ان انا بحط الفاينل ستيت لوحدهم والنون فاينل ستيت لوحدهم. بس الفاينل ستيت بتبقى ايكويفالنت باي ديفولت, مش شرط كده. مش شرط, لا مش شرط. الفاينل ستيت المقصود بيها اللي هي الاكسبتنج ستيت صح, اللي هي الاكسبتنج ستيت. الفاينل ستيت اقصد بيها الاكسبتنج ستيت اللي هم دولت السي. يعني انا لو عندي اكسبتد ستيت واحده بس هي اللي بحطها لوحدها, والباقي بالنسبه لي بيبقى حاجه ثانيه صح كده؟ بالظبط بالظبط. شكرا. لو سمحت ممكن اكزامبل تاني لو في وقت للسكشن, لو في وقت ماشي طيب. نرسم دي بس ولا انتوا هتعرفوا ترسموها؟ هتبقى ثلاثه ستيت A و B. خلاص هي كده خلصت, هي جميله الطريقه الصراحه. يعني A B لو جالها 0 هتروح ل A و B, ولو جالها 1 هتروح فين؟ معلش بس البدايه ازاي؟ معلش ترسميها يعني حتى لو كروكي كده نرسم يا دكتور معلش. احنا ممكن نعملها تكرر. خلينا نعملها بالتيبل, وهي هو انا بحب التيبل بصراحه. يعني اي حاجه هعمل لكم تيبل الاول. فانا عندي ايه 0 1 وعندي الثلاثه ستيتس بتوعتي. فعندي اول واحده هتبقى الاي والبي, الاي والبي واللي هيبقوا ستيت واحده, والاف هتبقى ستيت, و السي دي والاي والاي ستيت. طيب لو انا في الاي وبي وجالي 0 هشوف اول اني واحده, لو في الاي وبي وجالي 0 اشوف لو انا في الاي وجالي 0 هتروح للبي, فطبعا الستيت اللي فيها بي اللي هي هتبقى الـ A والـ B. الـ A والـ B. طب لو أنا في A B وجالي 1, لو أنا أشوف لو أنا في الـ A مثلا وجالي 1 هيروح للـ C, فهشوف الـ State الجديدة اللي فيها C اللي هي إيه؟ اللي هي دي C D E. ده معناه إن أنا لو في State D وجالي 1 هروح للـ C والـ D والـ E. طيب الـ F لو أنا في الـ F جالي 0 هروح للـ F, ولو في الـ F جالي 1 هروح للـ F. دي مش هتتغير. الاف جالي 0 هروح للاف, ولو جالي 1 هروح للاف. طيب السي دي اي لو جالي 0, السي دي اي في السي دي اي لو جالي 0 هروح للاي. هما كلهم اصلا بيروحوا للاي. يعني ايه بيروحوا للاي؟ مش هكتب اي طبعا, ما بقاش عندي ستيت اسمها اي. الستيت الجديده اللي بقى اللي فيها اي اللي هي سي دي اي, ولو جالي 1 هتروح للاف. فلو جالي 0 هتروح للستيت الجديده اللي فيها اي اللي هي السي والدي والاي, ولو جالي 0
هتروح للإف. تمام؟ بس كده رسمتها بقى ان الترانزيشن دي هتبقى سهله، يعني هتبقى في ستيت اسمها اي بي، لو جالها لو جالها زيرو هتفضل في نفسها، هتخش في نفسها. لو جالها 1 هتروح لستيت تانية اسمها سي دي اي، والسي دي اي دي هي ايه؟ الاكسبتنج ستيت او الفاينل ستيت، الاكسبتنج ستيت بتاعتي اللي هي السي دي اي. طيب وعندي ستيت الاف. يعني طب مش اتفضل. الاف لو جالها 0 اور 1 هتفضل في نفسها، فيبقى فيها سهم واحد داخل على نفسها. طيب السي دي اي لو جالها 0 هتفضل جوه نفسها، لو جالها 1 هتروح للاف. يعني انا الاكسبتد ستيت هتبقى في النص كده، اف هي الاخيره بالنسبه لي. ماشي. ممكن. صح كده. ايوه بالظبط، بتخيلها يعني. ممكن تعملهم 3 ستيت جنب بعض، الاكسبتنج ستيت في النص، والترانزيشن بقى هتلاقيه سهل يعني، ثم هيبقوا 3 ستيت بس. بس عشان الرسم هنا بيبقى مش، ولا عايزين نرسمها يعني لو ينفع، بس لو حد اعملها انا احاول اعملها انا. حد يرسمها. ماشي. مين اللي بيرسم معايا؟ أنا خلصنا. فاضل لو جالها الإف، الإف الإنبوت بتاعها لو جالها 0 أور 1. صح، كمل بقى الإف بتاعها. كده يعني؟ لو جالها 0 أور 1. لا ما هي 1 يعني 1 داخلة أصلاً. ما هي لو جالها 0 أور 1 هتخش جوه الإف. لا بس مين ليه عملت دي اللي على السي والدي؟ السي والدي والبي ما فيهاش. انا مش عارف الاف ده في الزيرو وده في الوان. ثانيه واحده، دي مش الاف لو جالها زيرو اور 1 هتفضل جوه نفسها بالظبط. يعني السهم ده هيبقى عليه زيرو اور 1 بالظبط. بالظبط كده. بس كده هي دي الرسمه. تمام. دي غلط، دي كده غلط. انا عارف ليه السي دي اي لا ليه السي دي اي لو جالها زيرو هتفضل جوه نفسها. ايه لا صح. معلش. طب هو معلش يا دكتور، في سؤال، ليه ما قلناش الاف اكسبتد ستيت برضه؟ هقول ليه، ما هي الاف ما مش اكسبتد، الرسمه نفسها ما كان فيها سي والدي والاي هما الاكسبتنج ستيت. بتعرف الاكسبتنج ستيت ازاي؟ اللي عليهم دايرتين دول هما من الرسمه يعني نفسها. بالظبط. الاف مش اكسبتنج، الاف اصلا داتا ستيت مش اكسبتنج ستيت. هو مش انا كده ينفع اشيل الاف خالص ويبقى تو ستيتس بس؟ ايوه هي ما ينفعش تشيلها، ما ينفعش تشيلها، لان لو شلتها وجيت في السي دي اي وجالك 1 هتعمل ايه؟ هتروح للاف ريجكت. ايوه هيتروح، هيحصل ريجكت للسترنج ده. لا اعرف لو شلت الاف ده معناه ايه؟ معناه ان هو الرسمه دي ما بقتش دي اف اي، بقت ان اف اي. تمام. الداتا ستيت دي بتبقى موجوده في الدي اف اي بس، الان اف اي ما بقاش فيها داتا ستيت، بس في الدي اف اي لازم كل ستيت ابقى عارفه الانبوتس كلها لو جات لها هتعمل ايه. يعني هي هتروح للداتا ستيت وبعد كده السترنج هيحصل له ريجكشن عادي، هي دي الدي اف اي. معلش معنى كده ان الدي اف اي لازم يكون فيها الداتا ستيت ولا مش شرط؟ غالبا. غالبا هو ممكن يكون في حاجه هنا، يعني لو مثلا اللانجوج بتاعتك بتقول لك لو انت في سي دي اي وجالك 1 ارجع للاي بي تاني، فساعتها احنا مش هنحتاج الداتا ستيت، بس احنا احتاجنا الداتا ستيت عشان لو انا واقفه في سي دي اي وجالي 1 هعمل ايه؟ مش هعرف اتحرك. لازم عادي يبقى. عادي يبقى فيه ستيت ريجكتد عادي طبيعي. عادي هيحصل ريجكشن للسترنج ده لو انا بتست، بس الدي اف اي الرسمه نفسها لازم يبقى
لازم وانا واقفه في كل ستيت، كل ستيت يبقى عارفه الانبوت، لو جالي كل الانبوتس عندي يعني الالفا بيتا بتاعتي 0 1 ففي الستيت كل ستيت لازم يبقى طالع منها 0 1 لسه. وانا واقفه في كل ستيت لازم ابقى عارفه لو جالي 0 هروح فين ولو جالي 1 هروح فين. دي كده الديترمينستك فاينايت اوتوماتا اللي هي الدي اف اي. فعشان كده الدي اف اي لازم يبقى فيها او مش لازم يعني، يعني لو في لو حصل الكيس دي ان في انبوت في ستيت معينه مش عارفه اروح فين، فساعتها محتاجه احط الديد ستيت. ال ان اف اي ما فيهوش ديتا ستيت، بس في حاجه اسمها ديت كونفيجريشن، زي ان احنا لما كنا عملنا فين الاكزامبل ده النال دي، لو انا واقفه في السي وجالي زيرو مش هيعرف يتحرك، او جالي 1 مش هيعرف يتحرك، فده بنسميه ديت كونفيجريشن في ال ان اف اي. هو انا كنت بحل حاجات عن النيزيشن وكان عندي مشكله مع النقطه دي بتاعت اللي هي فكره الديتا ستيت، لان كان في سؤالين انا بعتهم في الشات كسكرين شوت، هم من الشيت بتاع ال اف اس ام اللي هي فاينايت ستيت ماشين. السؤالين كانوا على المينيمايزيشن تقريبا، لو حضرتك ممكن يعني تفتح الشيت او تفتح الشات هم موجودين فيهم. فانا مشكلتي ان السؤالين دول لما انا حليتهم الاثنين انا عملت لهم مينيمايزيشن اكتر من اللي في السؤال، بس انا مش عارف اللي انا عامله صح ولا غلط. في سؤال فيهم اللي هو فيه اللي هو مسمي السيت بتاعته كيو يعني، فانا ما عنديش اصلا كيو 4 لما انا اللي خلصت، انا حطيت كيو 2 مع كيو 4 بان هما الاثنين جاي لهم زيرو وهما الاثنين بيطلعوا واحد رايحين نفس الاتجاه، فبالتالي انا اللي عندي اقل، بس انا مش عارف برضه انا عامله صح. هو انا السؤال ده هو انا حاسه ان في مشكله فبصيت عليه، فممكن يبقى نسال عليه دكتوره شهيره يعني. هو نفس الكلام في السؤال الثاني بتاع اللي هو الاي سي بي دي، انا برضو ما عنديش الاي والدي منفصلين كده زي ما الحل عامل، لا انا عملت الدي والاي مع بعض لان برضو هما الاثنين جاي لهم بي وهما الاثنين بيبعتوا اي على البي، وخليت بقى واحد منهم مضطر يبعت بي على الاي سي يعني رغم ان هو في الاساس مش بيعمل كده، بس عشان انا مميز اكتر يعني بدل ما يبقوا اربعه ستيتس يبقوا ثلاثه بس، فبرضو عايز اعرف ده صح ولا غلط. ما انا حاسه ان السؤال الاسئله دي نفسها فيها مشكله، انا بصيت عليها ممكن يبقى تسال فيها الدكتوره يعني، ممكن يبقى فيه غلطه مطبعيه او حاجه في السؤال نفسه يعني. طيب تمام، انا بصيت عليه حسيت ان هو في مشكله. طيب كده في المينيمايزيشن في حد عنده اي سؤال؟ تحبوا ناخد مينيمايزيشن تاني ولا الدنيا بقت سهله كده؟ يا ريت لو مثال كمان بصراحه. عايزين مثال كمان؟ طيب سهل. عايزين نمسح بس امسح يا رضا امسح مع ماشي خلاص انا مسحتها. طيب عايزين الماوس، انا تقريبا كان عندي اكزامبل. شايفين الايمج دي ولا انا مش عامله شير للديسكتوب كله؟ لسه ما ظهرتش. ممكن تعملي شير للايمج بس او تاخديها حتى كوبي بيست وتحطيها هنا في الوقت. طيب كده الايمج المفروض ظهرت صح؟ تمام كده عملت شير للديسكتوب كله. طيب هو ده مش مديني الرسمه، هو مديني التيبل وعايز اعمل مينيمايزيشن لل استنى ثواني عايز احطها في ال هنا ثانية واحدة وين انسرت ونحط الصورة هنا عشان نحل تحتها على طول. طيب هو مديني دي كده ترانزيشن تيبل بتاع دي اف اي ديسكرايبت بالترانزيشن تيبل ده، وانا عايزه ايه؟ عايزه كونستراكت مينيمم دي اف اي. هو فيه 8 1 2 3 4 5 8 ستيتس من Q0 لحد Q7 و2 inputs 0 1 والانيشال ستيت بتاعتي هي Q0 والاكسبتنج ستيت بتاعتي هي Q2. تمام هنبدا مش هرسمها، هي اصلا هتبقى حاجه رسمه كبيره يعني، فهنبدا على طول نحسب ايه الايكويفالنت ما بين ايه الستيتس. كده يبقى عندي نبدأ نحسب ستة مع بعض وواحدة بس accepted صح؟ بالظبط. هنعمل الزيرو equivalence ال non ال acceptance state هتبقى لوحدها والباقي كله هيبقى مع بعض Q0 و Q1
و-Q3 و-Q4 و-Q5 و-Q6 و-Q7 ست، وال-Q2 في ست لوحدها. تمام؟ طيب، وبعد كده هنحسب ال-1 equivalence. نبدأ نشوف بقى الستيت الست الكبيرة دي، هل Q0 والQ1 equivalent مع بعض ولا لا؟ هنحط Q0 ونشوف مين الإكويفلنس معاها. Q0 لو جات لها 0 هتروح لQ1. طيب والQ1 لو جات لها 0 هتروح لQ6. هل Q1 وQ6 في نفس الست؟ Q1 اهي وQ6 اهو في نفس الست. طيب Q0 لو جات لها 1 هتروح لQ5، وQ1 لو جات لها 1 هتروح لQ2. هلاقي الQ5 في 6 والQ2 في 6 لوحدها، فده معناه ان هما ايه، مش equivalent، فالQ1 هتبقى في 6 مختلفة عن Q0. طيب اشوف Q3 مع Q0 الاول. Q0 لو جات لها 0 هتروح لQ1. طيب Q3 لو جات لها 0 هتروح لQ2. Q1 وQ2 مش موجودين في نفس الست، Q1 اهي وQ2 في ست تانية، وده معناه ان Q3 مش equivalent مع Q0. طب هل Q3 equivalent مع Q1؟ Q1 لو جات لها 0 هتروح لQ6، Q3 لو جات لها 0 هتروح لQ2، فده معناه ايه؟ Q6 في ست وQ2 في ست تانية، وده معناه ان هما مش equivalent مع بعض، مش equivalent، يعني Q3 مش equivalent لا مع Q0 ولا مع Q1، فهتبقى ايه، في ست لوحدها. طيب نشوف اللي بعدها Q4. Q4 نشوفها اول حاجة مع Q0. Q4 لو جات لها 0 هتروح لQ7، وQ0 لو جات لها 0 هتروح لQ1. هل Q1 وQ7 موجودين في نفس الست؟ Q1 وQ7 موجودين في نفس الست. طب لو جالهم 1، Q0 لو جات لها 1 هتروح لQ5، وQ4 لو جات لها 1 هتروح لQ5. Q5 هي نفس الست، فتمام هما الاثنين اكيد Q5 Q5 هيبقوا في نفس المكان يعني، فده معناه ان Q4 equivalent مع Q0. تمام. طيب نشوف اللي بعدها Q5. نشوفها اول حاجه مع الست دي، فهتبقى equivalent، يعني نشوفها مع Q4 او Q0. ما دام Q0 Q4 equivalent مع بعض، فمحتاجين نتشيك Q5 مع واحده فيهم بس. طيب نشوف Q5 مع Q4. Q4 لو جالها 0 هتروح لQ7، ولو جالها وQ5 لو جالها 0 هتروح لQ2. Q7 موجودة في الست في ست، وQ2 موجودة في ست تانية، فده معناه إن هي مش equivalent هنا. طيب نشوفها في الست اللي بعدها، هل هي equivalent مع Q1 Q5 وQ1؟ Q1 لو جات لها 0 هتروح لQ6، ولو جات لها وQ5 لو جات لها 0 هتروح لQ2. Q6 هنا وQ2 في ست تانية، فده معناه إن هي مش equivalent، فهي مش موجودة في الست دي. طيب نشوفها مع Q3 لو جات لها 0 هتروح لQ2، وQ5 لو جات لها 0 هتروح لQ2. تمام، هما نفس الست فهيبقوا equivalent من ناحية الزيرو. طيب من ناحية الوان، Q3 لو جات لها 0 هتروح لQ6، وQ5 لو جات لها 0 هتروح لQ6، فهم equivalent مع بعض، هما نفس الحاجة، يعني هما الاثنين هيروحوا بنفس الحاجة، فلاقي ان Q5 equivalent هنا مع Q6 مع Q sorry Q5 equivalent مع Q3. طيب نشوف بقى Q6 نشوفها اول حاجة، هل هي equivalent في الست الاولانية دي ولا لا؟ نشوفها مع Q4 لو جات لها 0 هتروح لQ7، وQ6 لو جات لها 0 هتروح لQ6، فQ7 وQ6 موجودين في نفس الست. تمام. طيب لو جالهم 1، Q4 لو جات لها 1 هتروح لQ5، وQ6 لو جالها 1 هتروح لQ4. Q5 وQ4 موجودين في نفس الست، فتمام، هلاقي ان Q6 كده مش إيه؟ ما هو بعد التقسيمة دي كده مش موجودين في نفس ال، لا احنا شغالين على التقسيمه دي، لسه ما اشتغلناش على التقسيمه الجديده. ماشي، شغالين على التقسيمه القديمه يعني، وانا بحسب ال1 equivalent انا بتشيك من التقسيمه اللي في الزيرو equivalent. تمام فهمت، ماشي. الاقي ان Q6 equivalent هنا. طيب Q7 هشوفها مع Q6.
يعني شوفها مع واحده في دولت يا اما كيو 0 او كيو 4 او كيو 6. خلينا مع كيو 6 عشان هما تحت بعض على طول. فلاقي ان كيو 6 لو جالها 0 هتروح لكيو 6 وكيو 7 لو جالها 0 هتروح لكيو 6. تمام لحد دلوقتي تمام. طب لو جالهم 1 كيو 6 لو جالها 1 هتروح لكيو 4. طيب كيو 7 لو جالها 1 هتروح لكيو 2. كيو 4 هنا انا بتشيك هل هما في نفس الست في زيرو ايكويفالنس. كيو 4 في ست وكيو 2 في ست ثانيه فده معناه ان هما مش ايكويفالنت. دي الست دي كده خلصت. طب هل هي ايكويفالنت مع كيو 1؟ اشوف كيو 1 لو جالها 0 هتروح لكيو 6 ولو جالها 1 هتروح لكيو 2. طب كيو 7 لو جالها 0 هتروح لكيو 6 ولو جالها 1 هتروح لكيو 2. فتمام هما نفس الحاجه نفس الستس نفس الـ نفس الستيتس هيروحوا لنفس الستيتس فهيبقوا equivalent مع بعض كيو 7. تمام كده خلصت الست دي. والست التانية هي زي ما هي الكيو 2 لوحدها ما تغيرش فيها حاجه. تمام. طب معلش هو انا اما حطيت كيو 6 دي ليه حطيتها هنا مع كيو 0 وكيو 4؟ عشان احنا عملنا احنا عايزين الكيو 6 هل هي equivalent معاهم ولا لا. طب ماشي ما انا انا معلش نراجعها تاني. كيو 6 بس كيو 6 طيب. لو جالها 0 بتروح ل 6 زي ما هي ماشي وهي في نفس السيت اللي فوق. تمام لو جالها طيب. ايه لو جالها 1 هتروح لكيو 4. اه قصدك طيب. في نفس السيت اللي فوق برضو صح كده بالظبط. وانا بحسب ال 1 ايكويفالنت ببص على السيتس اللي في الزيرو ايكويفالنت. تمام ماشي. طيب نشوف بقى ايه ال 2 ايكويفالنت. خلينا بس نكتبهم دول جنب بعض كده عشان يبقى ايه هحطهم جنب بعض بس عشان هيطول معايا ومش هلاقي مكان عشان اعرف ابقى شايفه التيبل يعني. طيب التو equivalents هتشيك اول حاجه ما بين الكيو 0 والكيو 4. الكيو 0 الست دي هتبقى فيها كيو 0. طب هيبقى فيها كيو 4 برضو ولا لا؟ الكيو 0 لو جالها 0 هتروح لكيو 1 والكيو 4 لو جالها 0 هتروح لكيو 7. هل كيو 1 وكيو 7 موجودين في نفس الست؟ انا بحسب التو ايكويفالنت وببص على 1 ايكويفالنت فلقيت ان الكيو 1 والكيو 7 موجودين في نفس الست. طب لو جالهم 1 كيو 0 لو جالها 1 هتروح لكيو 5 وكيو 4 لو جالها 1 هتروح لكيو 5 برضو فهم نفس الستيت فهيبقوا equivalent مع بعض. فهكتب هنا ايه Q4. طيب Q6 هل هي equivalent معاهم ولا لا؟ Q6 هشوف Q6 مع Q4. Q4 لو جالها 0 هتروح لQ7 وQ6 لو جالها 0 هتروح لQ6. فانا عندي Q7 دلوقتي بقت في هنا في الست دي وQ6 موجودة في الست دي. تمام فكده كل واحده بتروح للستيت موجوده مش في نفس الست. فده معناه ان هو اتغير هنا الكيو 6 مش ايكويفالنت مع كيو 0 وكيو 4 هتبقى في ست لوحدها. تمام طيب نشوف الست دي هل هي لسه زي ما هي ولا اتغيرت. كيو 1 وكيو 7 هل لسه ايكويفالنت لبعض ولا لا؟ كيو 1 لو جالها 0 هتروح لكيو 6 وQ7 لو جالها 0 هتروح لQ6. تمام نفس الستيت فمش هتشيك على حاجة. طيب Q1 لو جالها 0 هتروح لQ2 وQ7 لو جالها 0 هتروح لQ2 نفس الستيت. فتمام لو جالها 1 انا قلت ايه Q1 لو جالها 1 سوري Q1 لو جالها 1 هتروح لQ2 وQ7 لو جالها 1 هتروح لQ2 برضو. تمام فهيروح اصلا لو شفت يعني Q1 هتروح لQ6 او Q يعني Q6 وQ2 وQ7 هتروح لQ6 وQ2 هما نفس الحاجه فالست دي مش هتتغير Q1 وQ7 Q سوري. طيب نشوف الست دي Q3 وQ5. Q3 لو جالها 0 هتروح ل2 وQ5 لو جالها 0 هتروح لQ2 فتمام نفس الست نفس الستيت يعني Q2 موجودة هي نفس الستيت فمش محتاجة تشيك هل هما في نفس الست ولا لا. طيب Q3 لو جالها 1 هتروح لQ6
وكيو 5 لو جالها 1 هتروح لكيو 6 فهما نفس الستيت فمش محتاجة تشيك. أنا تمام كده عارفة إن كيو 3 وكيو 5 في نفس الست. وعندي آخر حاجة كيو 2 تمام. طب حصل تغيير هنا يعني أنا الست دي اتغيرت هاي بقى الكيو 0 والكيو 4 لوحدهم والكيو 6 لوحدها. فما دام حصل تغيير هحسب الإكويفلنس اللي بعدها فهحسب 3 إكويفلنس هشوف هل الـ Q0 والـ Q4 لسه equivalent ولا لا. الـ Q0 لو جالها 0 هتروح لـ 1 والـ Q4 لو جالها 0 هتروح لـ 7. الـ Q1 والـ Q7 موجودين في نفس السكت أهم. طيب لو جالهم 1 الـ Q0 هتروح لـ Q5 والـ Q4 هتروح لـ Q5 هي إيه نفس الـ نفس الـ state فإيه هيبقوا لسه equivalent مع بعض Q0 وQ4. طيب الـ Q6 هي لوحدها مش محتاجة تشك مع حاجة. الـ Q1 والـ Q7 الـ Q1 هما قلنا هيكون نفس الحاجة 6 و 2 وهنا 6 و 2 فما حصلش تغيير. Q6 و Q2 أنا Q1 سوري Q1 و Q7. طيب Q3 و Q5 هما لأن هما بتروح لـ 2 و 6 وهنا بتروح لـ 2 و 6 فما حصلش أي حاجة. Q3 و Q5 وال Q2 لوحدها زي ما هي. هنا لقيت إيه لما حسبت 3 equivalence لقيت إن هي هي نفس ما حصلش تغيير. لقيت 2 equivalence هي هي نفس الست اللي طالعة من 2 equivalence هي نفس الست اللي طالعة من 3 equivalence. فأقف لحد هنا مش هكمل بقى إيه مش هحسب خلاص يعني هما كده دي أقل حاجة ممكن يبقوا equivalence مع بعض مش هيحصل أي تغيير بعد كده تمام. بس ارسم ماشي. بقى ارسم بقى الايه اللي هي الحته الاخيره دي نرسم اول حاجه التيبل. هيبقى عندي كام ستيت هنا ادي دي 1 ستيت ودي ستيت ادي 2 5 بقى 5 بس 3 4 5 هم كانوا كام كانوا 8 بقوا 5 تمام. فنرسمهم الاكسبتد ستيت هنا اللي هي اللي فيها رقم كام 2 صح كيو 2 متغيرت هي الـ Q2 هي لسه accepting state. أنا عندي الـ input بتاعي 0 1 والـ states بتاعتي هتبقى Q0 و Q4 وعندي Q6 وعندي هنا Q1 و Q7 وهنا Q3 و Q5 آخر حاجة ال Q2 هي دي هتبقى الأكسبتنج state بتاعت Q2 تمام. طيب Q0 و Q4 لو جالهم 0 أشوف Q0 لو جالها 0 هتروح ل Q1 فهروح إيه هتروح لل state اللي فيها Q1 اللي هي دي اللي هي هتروح ل Q1 و Q7 تمام. طب لو جالهم 1 Q0 أشوف واحدة فيهم بس هما أصلاً equivalent فالحاجتين اللي هما يروحون موجودين في نفس الست فQ0 لو جالها 1 هتروح لQ5 فالستيت اللي فيها Q5 هي الستيت دي فلو جالهم 1 هيروح لQ3 وQ5. طب الQ6 الQ6 لو جالها 0 هتروح لQ6 ولو جالها 1 هتروح لQ4 فلو جالها 0 هتروح لQ6 لو جالها 1 هتروح للستيت اللي فيها Q4 اللي هي دي Q0 وQ4 تمام. طيب Q1 وQ7 Q1 لو جالها 0 هتروح لQ6 لو جالها 1 هتروح لQ2 فلو 0 سوري هتروح لQ6 ولو جالها 1 هتروح لQ2 Q3 وQ5 Q5 هي لو جالها 0 هتروح لQ2 ولو جالها 1 هتروح لQ6 فلو جالها 0 هتروح لQ2 ولو جالها 1 هتروح لQ6. طب Q2 هي نفسها لو Q2 لو جالها 0 هتروح لQ0 ولو جالها 1 هتروح لQ2 فلو جالها 0 هتروح للست
او الستيت الجديده اللي فيها كيو 0 اللي هي كيو 0 كيو 4، ولو جالها 1 هتروح لكيو 2 صح، هتروح لكيو 2 لو جالها 1 هتروح، لا كيو 2 كيو 2 لو جالها 1 هتروح لكيو 2 اه تروح لكيو 2 تمام بس كده. دي كده المينيمايزد دي اف اي يعني هتترسم ازاي؟ سهله بقى، ارسموها انتوا بقى. هتبقى عندي 5 ستيت اللي هم دول، ودي هتبقى الاكسبتنج ستيت بتاعتي، وهرسم بقى الترانزيشن ما بينهم لو 0 او 1. هتبقى سهله يعني، اعتقد ما هتعرفوا ترسموها. واضحه؟ واضحه هي واضحه وجميله الصراحه. بس معلش سؤال، هي هل هيجي لنا، هي دي طويله الصراحه، فهل هيجي لنا حاجه زي كده ولا انا ما اعرفش هيجي لكم ايه في الامتحان والله يعني، فمش عارفه. هو انا بصراحه ما شفتش خالص اسئله اصلا على شكل يعني جدول بشكل ده. الاسئله كلها اللي انا حليتها من الشيلات كانت كلها جايه على شكل اصلا يا اما ان اف ايه يا اما دي اف ايه جاهزه يعني، ك اف اس ام دايجرام يعني، وبعد كده أيوة. احنا بس بنعمل ميموريزيشن من عليه. عشان كده حتى بالنسبه لي طريقه الدكتور اسهل، ان في دايما رسمه في فيجواليزيشن للموضوع، لكن هنا الموضوع صعب شويه. الموضوع دكتور بالنسبة لك أصعب؟ دكتور لو سمحت، بس في ناس تانية فاهمة منه يعني، أعتقد يعني هو نفس الفكرة يعني. لو أنت بتعرف بالرسمة، لو رسمتها هتعمل نفس الحاجة تقريبا يعني. لا ما أنا أقصد هل في يعني هل في أسئلة بتيجي على شكل جدول أصلا كده، ولا ده سؤال خارج يعني؟ هو ده سؤال أنا جايباه من عندي، بس غالبا هتجيلك على شكل رسمة يعني. تمام. لو سمحت يا دكتور. ايوه اتفضل. ايوه دكتور، هي الدكتوره بتاخد كل الاكسبتنس ستيت مع بعضها، وبتاخد اللي هي مش اكسبتد مع بعضها، وبعد كده بنشوف كرسمه يعني، بنعملها في دايره، كل دول لوحدهم مع بعض في دايره، ودول لوحدهم مع بعض في دايره. وبعد كده بنشوف. هو ده اللي احنا عملناه اهو. بس بيبقى برسمة من غير جداول خالص يعني، احنا بنفضل نصفي الرسمة لحد ما نوصل للآخر خالص من غير الجداول، من غير الجدول ده يعني. احنا بنعملها رسمة ونمشي معها خطوات كل. لو عايزين أيوة. ترسمها هي يعني هي نفس هي. بص هي نفس الستيبس، نفس اللوجيك، هي نفسها فعلا. يعني حضرتك بتحليها دلوقتي، انا حليتها بالطريقة بتاعت الدكتورة، وصلت لنفس النتيجة. هي ممكن لو بسبورة وقلم هتبقى الرسمة يعني هتبقى أسهل، بس عشان بنكتب أونلاين وكده حصل كده أسهل كطريقة البرزنتيشن يعني. حضرتك تنصحينا بإيه لو حاجة زي كده في الامتحان؟ هل دي هتبقى أسهل نحل بيها، ولا الرسمة تبقى أسهل؟ يعني إيه اللي ممكن تاخد مننا وقت أطول؟ مش عارفة والله، على حسب أنت بتعرف تحل إزاي يعني. ممكن في ناس معرفش، انا بشوف على انا بتلخبط من الرسمه يعني. الرسمه بالنسبه لي بتطلع على حسب انت طريقه. بص في الاخر على حسب اللي انت اتدربت عليه اكتر واسهل لك. بس حضرتك عارفه ان الامتحان ما فيهوش وقت يعني انا داخل لك على حسب اللي انت اتدربت عليه، فعشان كده انت لازم تتدرب كتير يعني. المسائل بتاعه الريجولر اكسبريشن والان اف اي والدي اف اي دي محتاجه تدريب كتير، مش بقى يعني اي حاجه نحلها روح حلها بنفسك. الحاجات الموجوده في المحاضرات حاول انت ما تشوفش الحل، وحل انت بنفسك، عشان الحل الكتير هيخليك اسرع يعني في الامتحان. انما لو انت بس بتتفرج كده وتشوف، تحضر المحاضره وتحضر السكشن وخلاص فهمت، هتيجي في الامتحان هتلاقي نفسك بطيء يعني. تمام. ممكن خلاص دكتور تعمل، ممكن حضرتك كده خلاص يا فندم. هو انا يعني كان عندي حاجات تانية، بس انا حاسه ان انا فصلت بصراحه، فكفايه النهارده لحد كده خلاص. بس حضرتك ممكن تدينا ريفيجن على الريجولر اكسبريشن يا دكتور؟ اديك ريفيجن على الريجولر اكسبريشن. لو حضرتك يعني ممكن المره الجايه، لو حضرتك خليها المره الجايه بقى يعني، عشان حضرتك تعبانه. ممكن المرة الجاية، وممكن تبقوا شايفين المحاضرة والسكشن الأولاني، بصوا عليهم ونتكلم على أساسهم يعني. هو الفكرة إن هو إيه يعني،
اصل الريجولار اكسبريشن مهما قعدنا نعيد ونزيد فيه ونقول كلام فيه مش هيثبت غير لما انت تحل، يعني لازم تحل بايدك. فحاول ان انت تكتب بايدك وتشوف الشيت وتحل بايدك، وتعالى قول لي انا في حته عندي المشكله دي مش فاهمها ومتعرفش ما بعرفش اجيبها زي ما انتم جايبينها مثلا. فقولها لك. معلش يا دكتور، فين السكشن الاولاني؟ فين تسجيله؟ يعني انا مش لاقيه خالص. هو كان اوف لاين. السكشن الاولاني كان اتفضل في شيت، كان متسجل ريكورد بس فويس وموجود على تليجرام تقريبا يعني. تمام، بشكرك جدا. طيب يا جماعه، بعدين الماتيريال المسائل نفسها موجوده على الدرايف بتاع الدكتوره اللي موجود فيه المحاضرات بتاعه الدكتوره. دكتور فهو كان من السكشن الاولاني ده كان فيه 3 اسئله حضرتك مشاور عليهم ومش محلولين. لو مثلا لا محلولين، هتلاقيهم محلولين فين بقى؟ في الشيت. محلولين في الشيت يعني. تمام ماشي. الشيت هتلاقي في الشيت بتاع الرجل اكسبريشن الاسئله بحلها. شكرا يا دكتور. ممكن بس نعمل حاجه، لان واضح احنا محتاجين فعلا نحل كتير ونشوف امثله زي كده كتير. فممكن يبقى في، وطبعا الوقت ما كفاش المره دي، ممكن يبقى في واحد سيكشن تاني في يوم تاني يبقى قريب، يعني يبقى 2 سيكشن مثلا في الاسبوع يعني مثلا عشان نقدر يعني نتدرب يا جماعه. طب ما اعتقدش يعني، بص عشان الوقت وعشان الدكاتره اصلا يريد حتى لو ينفع وكده كده بيبقى مسجل اللي يا جماعه مسجل. يا ريت، دي فكره. أو انا ما عنديش مشكله، بس يعني تقريبا بعد الفطار عندي كله مقفول، فلو في لو هينفع يبقى الساعه 4 تمام. هو في أيام ممكن جمعة. احنا عندنا الحد والاثنين والثلاث المواعيد مسائية كلها اعتقد في الايام دي، يعني 9 بالليل سواء لو سكشن او محاضرة. فلو مناسب معاكم الايام دي يعني حد واثنين وثلاث يا 508 يا دكتور سلمى، معانا 511 يوم الاربعاء. يوم الاربعاء في 511. طيب ماشي، يعني نشوف اي يوم تاني. بس كان في 508 كانت امتى يا جماعه؟ معلش مفيش مشكله. يوم السبت. بس يوم السبت ما هو السبت الساعه 3، عشان كده انا كنسلت السبت. لا بيكون حد واثنين وثلاث، عندنا 510 محاضره و505 سيكشن. هو مفيش مواعيد ثانيه، عشان كده بتكلم ان مفيش مواعيد ثانيه، كله يعني الاسبوع كله مضغوط اصلا ومقفول الى جانب الشغل. فما فاهم مفيش وقت اصلا يا جماعه. لو خدنا ساعه بس هيبقى احسن بكتير، يعني معلش بعد الشغل وانت راجع ماشي ساعه من 4 ل 5 او من 5 ل 6 تبقى الامور كويسه جدا يعني على الاقل. يعني كده فعلا في حاجه كتير لسه ما خدناهاش وعايزين نتدرب كتير. لو حابين الدكتوره. طب لو النهارده برضو يبقى في سيكشن تاني قبل الفطار الساعه 4 مثلا، يعني يبقى في سيكشنين النهارده، واحد قبل الفطار واحد بعد الفطار. صعب. انا رايي بصراحه هيبقى مسجل يا جماعه بعدين شويه، علشان يعني يبقى في فرصه حتى الناس يعني تحل وتراجع على نفسها شويه قبل السكشن، لكن كده هيبقى كان هنفرض بس. فانا رايي يبقى في يوم تاني، يعني يا الحد يا الاثنين يا الجمعه مثلا برضه لو مناسب معاك. لا بلاش الجمعه، شيلوا الجمعه معلش، الدنيا بتبقى زحمه قوي عندي يوم الجمعه. تمام خلاص. هل مناسب معاكوا حد او اثنين؟ طيب ومع حضرتك يا دكتور. ما بقول لك انا بعد الفطار تقريبا مقفول عندي كل يوم، فممكن يوم انا بتكلم قبل الفطار. انا بتكلم طبعا عندي قبل الفطار. قبل الفطار ايه ممكن اقول اقتراح. طب يا شباب يعني ممكن اقتراح مثلا ممكن يفيد الجميع. ممكن حاجه قبل ما تقول الاقتراح بتاعك. طب قول. ممكن في رمضان سكشن واحد يوم الثلاث، وبعد رمضان يبقى ننزل، يعني يبقى معانا وقت اصلا نقعد مثلا سيكشن كده نحل فيه على كل الحاجات بقى من اول الريجولار اكسبريشن لحد اللي احنا هنوصل له. تمام ماشي، نعمل سيكشن. هو اللي انا بفهمه ان مش بحضر اصلا، ان انا من محافظه ثانيه، فانا بصراحه بحاول يعني ايه استفيد اكبر. طب اقول الاقتراح يا دكتور. طب يمكن حياتك يكون مناسب مثلا. في مشكله ثانيه، احنا بس بعد احنا عندنا ميد ترم بعد رمضان، يعني احنا محتاجين الوقت ده، فعشان كده بنحاول نجمع اقصى حاجه. امتى الميد ترم؟ تقريبا بعد رمضان على طول. مش فاكر والله الدكتور امتى، لو حد فاكر يقول يا جماعه. بس هي بعد رمضان، مش عارف بعد رمضان باسبوع ولا ايه، مش فاكر. بعد اول يوم بعد الاجازه على طول، بعد العيد. اول يوم بعد العيد يعني ده ما فيش وقت اصلا يعني. ده كده خلاص يعني. طب الحد بالنهار كويس.
طب اقول اقتراح يا جماعه. طب يعني اسمع، طب اللي كان عايز اقول اقتراح. ماشي اتفضل. ماشي اتفضل، دوري فرصه. طيب الاقتراح يا دكتور، ان طالما يعني احنا فعلا محتاجين اسئله اكتر او نشوف اسئله اكتر، وكده كده احنا يعني هنحاول ان احنا نحل مع نفسنا برضو، فالاقتراح كان ان مثلا السكشن الثاني، طبعا عشان ما فيش وقت وعشان وقت حضرتك بعد الفطار مقفول وهكذا الى اخره، فمثلا حضرتك ممكن تسجلي مثلا سكشن ساعه. طبعا ده هيكون هو مجهود على حضرتك بس شويه، ان حضرتك هتسجلي السكشن، هيبقى في سكشن مسجل انت حضرتك احنا مش معاكي فيه، والسكشن الثاني هنبقى مع بعض، فكده هيبقى في تو سكشن، هيبقى عدد الاسئله هتبقى معمول لها كفر اكتر، لان السكشن الاولاني مش هيبقى فيه اسئله كتير بتتسال او كده، فهيبقى فيه اسئله اكتر بتتسال، والسكشن الثاني هيكون تفاعلي مع حضرتك يعني. ده كان الاقتراح، فكده هيبقى فيه تو سكشنز، اسئله كتيره معمول لها كفر، ويعني وعدينا على السكه شفناها وحلينا. ده كان الاقتراح. طب انا عندي اقتراح تاني، عشان اصل الفكره ان احنا مش بنشرح، احنا بنحل، فلازم يبقى لازم تبقوا معايا واحنا بنحل متواجدين بالظبط. فانا ممكن انزل لكم اسئله مش محلوله مثلا على يوم الخميس مثلا او الجمعه، وانتوا تحاولوا تحلوها، سؤالين ثلاثه مش كتير يعني، وانتوا تحاولوا تحلوها، ونتقابل يوم الثلاث نشوف حلكم، ونزود أسئلة تانية عليها، بحيث أن أنتوا تبقوا عرفتوا أصلا يعني، بتبقوا بصيتوا على الأسئلة وحاولتوا تحلوا فيها، فهيبقى هنمشي مع بعض فيها بطريقة أسرع يعني، ونزود كمان إحنا أسئلة تكونوا أنتوا ما شفتوهاش قبل كده. تمام، مفيش مشكلة. إحنا كده كده كنا هنجمع أسئلة من الامتحانات، لسه أنا ومحمود كنا نعمل الموضوع ده، أسئلة على السكانر ككل يعني، لحد جزئية قبل بس قبل الامبلمنتيشن طبعا، اللي هو الريجولار اكسبريشن والان اف اي والدي اف اي والمينيمايزيشن. فانا لسه هجمع الحاجات دي ان شاء الله النهارده او بكره بكتير، برضه هبعتها للناس، وممكن برضه تكون دي من الاسئله اللي احنا هنحلها المره اللي جايه. خلاص تمام، اوكي ماشي. ماشي، ممكن معلش نعمل حاجه ثانيه. هي ماشي اقتراح تمام، بس ممكن نعمل حاجه ثانيه معلش. لو حضرتك هينفع بعض الناس وموافقه، ممكن نعمل ده فوت عندنا على الجروبات ونبلغ حضرتك بيه، ان يبقى في وقت تاني نشوف المناسب ليهم ايه. لو نفس اليوم قبل الفطار وبعد الفطار ماشي يعني، لو يعني ممكن ساعه بس حتى قبل الفطار، لان طبعا ماشي. الحل معاك هيبقى افضل، لان هنعرف الاخطاء فين، هنعرف نسال الكلام ده كله. طيب تمام، انا معاكم اي يوم قبل الفطار، بس ما يعني ابعدوا يعني بلاش يوم الجمعه والسبت، شوفوا اي يوم تاني قبل الفطار. هو المتاح حاليا زي ما انا قلت هو الحد والاثنين، ان دي الايام اللي هيكون فيها محاضرات الساعه 9 بالليل بس، فاحنا محتاجين الميعاد قبل الفطار، هي دي ايام المتاحه. ماشي، يا الحد يا الاثنين يا ما فيش. نعمل فوت. هو يوم الاثنين ما فيهوش حاجه بالليل اعتقد. هو نعمل فوت ونشوف النتيجه. هو السكشن اصلا هيبقى مسجل، يبقى فعلا افضل حاجه. بصوا خلاص، يبقى في سكشن تاني، يبقى في سكشن تاني يعني، هنعمل سكشن تاني قبل الفطار، اختاروا انتوا بس اليوم، والسكشن ده يعني الوقت مناسب، انا عارفه الوقت في رمضان اصلا متلخبط خالص، فاللي مناسب عنده الوقت يجي يحضر، وكده كده هالريكورد يعني، لو حد مش هيعرف يحضر يعني، ما يبقى ساعه مثلا قبل الفطار نقعد نحل فيها كام سؤال. خلاص تمام جدا، احنا نعمل فوت ونبلغ حضرتك بيه. خلاص تمام، اوكي ماشي. طيب تمام كده، هو بس اسال حاجه قبل ما نبدا. اتفضل. اللي هو بتاع الايكويفالنس دوت، هو انا بقسمهم على حسب يعني، الاول انا بقسمهم على اساس ايه يعني؟ الترقيم اللي انا عاملاه دوت هو ان التقسيم بتاعهم صح، لكن ملوش معنى تاني، اللي هو الزيرو ايكويفالنس والون ايكويفالنس. مش فاهمة السؤال يعني ايه؟ يعني الترقيم بتاع الـ zero equivalence والـ one equivalence دوت، التقسيم بتاع الـ sets نفسها، ان انا قسمتها اول مرة تاني مرة كده. انت قصدك الرقم zero one ده؟ بالظبط. مقارنة بس، انا قارنت كم مرة بس. بالظبط. تمام اوكي ماشي يا دكتور، شكرا جزيلا. العفو، ماشي يا شباب، توفيق ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا دكتور.